طيب هو الكورس زي ما انتم عارفين هو الكتيف كويس، فالالكتيف ات مينز انكم انتم جايين بارادتكم يعني ماشي، يعني اقصد ما هوش مفيش اوبليجاتوري انك انت تاخده، انت يعني عايز تاخده فور سام ريزون يعني اوكي. فهو هو اسمه لينير بروجرامينج. هنعرف دلوقتي كلمه بروجرامينج دي بت يعني كان بي ريبليسد باي اوبتمايزيشن، ممكن نقول لينير ان ان لينير اوبتمايزيشن برضو ات جيفز ذا سيم meaning. اوكي mainly هيبقى ان احنا بنتكلم على نفهم الاول يعني ايه اوبتمايزيشن كلاسيفيكيشن بتاع الاوبتمايزيشن بروبلم كويس، وبعدين هناخد بعض الثيري الخاصه بالاوبتماليتي كونديشنز، يعني امتى اقدر اقول ان انا اي جوت ذا اوبتيمال سوليوشن او اوبتيمال فاليو، هنفهم معنى الكلام ده حالا يعني كويس. ففي شويه ثيري مين اللي بنبقى محتاجين فيها شويه ادفانسد لينير الجبرا وادفانسد كالكولس، ده يعني ايه ده اللي هنبقى محتاجينه في الكورس، يعني شويه ديفرنشيشن بس ان فيكتور فورم ماتريسيز سمثينج لايك ذات يعني كويس. وبعدين هناخد بقى بعض الايه الميثودز فور سولفينج الايه هاو تو سولف ذا اوبتمايزيشن بروبلم ات هاند كويس. مينلي هنركز على اللينير ونون لينير، زي ما احنا قلنا اللينير بروجرامينج هيبقى فيه اكتر من طريقه نحل بيها، وهتاخد ده جزء مثلا يعني نص الكورس يعني. وبعدين هنروح لما يسمى النون لينير بروبلم، هنعدي على الانكونسترايند بروبلم والكونسترايند بروبلم، هنفهم يعني ايه كونسترايند وانكونسترايند يعني. هناخد بعض التكنيكس اللي هي بتحل البروبلمز اللي من النوع ده، واللي هي هتبقى البيزك يعني ايه البيزك الجوريزمز او كونسبتس اللي هي هيتبني عليها بعد كده كل الايه الالجوريزمز بقى في ايه يعني في الاوبتمايزيشن اللي هي بحرها كبير، يعني هي في ايه في كاتيجوريز كتيره وفي كلاسيفيكيشن كتيره وطرق كتيره للحل بيزد على شكل البروبلم اللي احنا بنعمله فورميوليشن هيبقى عامل ازاي. فاحنا هناخد الايه يعني البيزك كونسبتس في اكتر من حاجه بحيث ان هي تقدر تدي لك بعد كده دايركشن تقدر تمشي بيه لو انت حابب تكمل في الموضوع. وزي ما هنشوف مع بعض هنلاقي ان الموضوع ايه بيظهر في حاجات كتيره من الـ في الـ يعني في ابلكيشنز كتيره في ديفرنت فيلدز يعني. طيب احنا عندنا ايه في عندنا مجموعه من الكتب كويس، هو مين للكتاب اللي احنا جايبينه في الجامعه اللي هو الاولاني ده اللي هو بنسميه راو او اسم المؤلف يعني Engineering Optimization Theory and Practice. ده هيبقى نمشي إلى حد ما منه systematically كويس. في بعض الأحيان هنضطر نروح لبعض references عشان بتبقى مشروحة بشكل أحسن متغطية بشكل أفضل شوية في واحدة من الكتب التانية. الحاجات اللي هي بتاعت ستيفن بويد اللي هو ده في الconvex optimization زي ما هنفهم دلوقتي معناها إيه، ده من الأسماء المشهورة جدا في الoptimization يعني، وحاجات بتاعته موجوده يعني اونلاين، ممكن لو عملت سيرش عليها تلاقي يعني الكورسات بتاعته مين للكونفكس اوبتمايزيشن كورس هتلاقيه موجود اونلاين. حمدي طه ده برضو من الحاجات من الكتب اللي هي بتتكلم في الاوبريشنال ريسيرش بشكل عام يعني، برضو نحتاج برضو نروح له شويه في بعض الاحيان. برضو الكتاب الاولاني ده اللي هو نسيدالن رايت ده فيه شويه ايه يعني الناس بقى اللي بتحب الماثيماتيكال ديريفيجن والحاجات اللي هي ليها علاقه يعني ثيري اكتر، فهو في الشرح الثيري بيبقى احسن شويه حتى الجوريزمز وكده. طبعا احنا عملنا كلاس روم جوجل كلاس روم زي ما بعتنا امبارح، فدي التوبكس اللي احنا هنشتغل عليها. هنعمل الاول كلاسيفيك يعني ناخد الكلاسيكال اوبتمايزيشن تكنيكس نفهم بيها الاوبتماليتي كونديشنز وامتى نقدر نقول ان البروبلم بتاعتي وصلت للاوبتيمم، بعدين اللينير بروجرامينج والانكونستريند والكونستريند، وهندي انترودكشن تو كونفكس اوبتمايزيشن ندي بعض الحاجات عنها، وبعدين لو عندنا وقت نبقى نخش في بعض الحاجات التانية. فدي التقسيمه بتاعتنا. انا ايه اخدت شويه من الايه من الميد تيرم حطيتها في البروجكتس والريبورتس والحاجات دي لان هي هتبقى يعني زي ما هنشوف في السي ال اوز بتاعه الكورس
الحاجتين دول اللي هما الـ 5 and 6 بنتكلم على using software packages و implementation. فاحنا we need to implement الالجوريزمز اللي احنا هناخدها بواحدة من software packages سواء كانت MATLAB, Python, whatever الحاجة اللي انت حابب تشتغل بيها. فدول تو يعني important CLOs في الكورس, بالأبلاس ان احنا هناخد الالجوريزمز ونتكلم شوية عن optimality conditions وشوية theory. فانا في عندي ثيري كويس, عندي ابلكيشنز, عندي بروجرامينج كويس, عندي امبلمنتيشن كويس. فعشان كده اتقسمت الايه اللي هو الريبورتس دي اللي هما 15% دول امبلمنتيشن, ناخد شويه حاجات طيب عايزين نعمل امبلمنتيشن لدي ونجرب على بنش مارك بروبلمز ونقارن الالجوريزمز اللي احنا هنعمله امبلمنتيشن بالريدي ميد سوفت وير سواء كانت ماتلاب او بايثون او تيفر. يعني انت هتبني بالطريقه اللي انت عايز تعملها بماتلاب ماشي, عايز تعملها بايثون ماشي, بس اوريدي بتلاقي في فانكشن اوريدي بتعمل نفس الحاجه اللي انت عاملها دي جوه الماتلاب. فهنقارن نشوف انت ايه يعني نقارن مقارنه بقى. بنتكلم على كومبيتيشنال كوست, طبعا في ناس منكم خدت نيوميريكال كورس يعني ففهم يعني ايه كومبيتيشنال كوست. بتكلم على سي بي يو تايم, نمبر اوف فانكشن ايفالويشنز, بقدر اقيس بيها الالجوريزم ده احسن من الالجوريزم ده بقد ايه. اوكي يعني 20% ال 40% بتاعه الفاينل ما بنقدرش نغيرها يعني ميد تيرم عملنا 20% بس, هناخد 60-40 تو ميد تيرمز يعني. والريبورتس دي هيبقوا 3 ريبورتس كل واحد ب 5% كلها امبلمنتيشنز. الاساينمنتس بقى هي الويت بتاعها قليل بس مهم انك انت تعملها يعني مش عشان الويت بتاعها, علشان تحل بايدك. فلما تحل بايدك هتبقى دي الحاجه اللي انت هتحتاجها لما تيجي تخش الاكزامز سواء كانت ميد تيرم او ايه او كويزز او فاينل. فده هتبقى يعني الويت بتاعها قليل بس هي مهمه انك انت تمشي ايدك في الايه حاجات تعملها يعني ديريفيجنز او تحل بعض البروبلمز بايدك يعني طبعا باستخدام طبعا السوفت وير او كمبيوتر يعني, بس اقصد ايه تمشي ايدك شويه بحاجات بحيث ان الدنيا تبقى سهله في الاكزامز يعني. والريبورت والبروجكتس بقى اللي هم 30% كلها امبلمنتيشنز وابلكيشنز اللي هي تناسب السينيور ليفل اللي انتوا فيه يعني. اوكي بقى ده بيزيكلي الايه الجزء بتاع الكورس سيلابس. الديتيل سيلابس بقى يعني ايه تقسمها شويه, بناخد ايه يعني ايه امتى ومن الحاجات اللي هي هتبقى مطلوبه مننا نعملها. طبعا في بروجكت, فالبروجكت محتاجين نبقى نرتب له بدري كويس يعني ناخد افكاري الاول ونكون. طبعا مفيش تيمز, انتوا كلكم خمسه كل واحد لوحده يعني مش هينفع نعمل تيمز يعني. فبس ده ايه ده الايه يعني مقدمه على الكورس وكورس الديتيل سيلابس والسيلابس الحاجات اللي هي ايه اللي المفروض يعني ايه نعملها مع بعض يعني. طبعا الايه المقدمه دي الفاندمنتال اللي احنا هنقولها دي دلوقتي هتبقى ايه هتوضح شويه احنا عايزين نعمل ايه يعني. اوكي فهو مين اللي احنا ايه عايزين نتعرف على بعض الالجوريزمز اللي هي بتحل اوبتمايزيشن بروبلمز كويس وناخد بعض الايه الكونسبتس يعني. احنا هنركز اكتر على الكونتينوس اوبتمايزيشن, كمان شويه هنفهم ان في ايه في نوع تاني من الاوبتمايزيشن اسمه ديسكريت اوبتمايزيشن او يعني الكلمه المتعارف عليها بنسميها انتجر بروجرامينج. خلاص كلمه بروجرامينج اوبتمايزيشن ايه انترتشينجبلي, فانت هتلاقيني بقول ساعات اوبتمايزيشن ساعات بروجرامينج, فانت تبقى فاهم integer programming it means ان انا بتكلم على discrete set كويس يعني زي ما هنقول كمان شويه ان الايه ال variables اللي انا بعمل لها optimization بتاخد discrete set of values مش continuous range. دي مش هنتعرض لها في الكورس دي لان هي ده كورس لوحده, بس هندي هنت عنه لو حد حابب ان هو يشتغل في حاجات زي كده يسبق يعني في البروجكت it's okay. من الحاجات المشهوره جدا في الايه في اللي هي يعني حاليا يعني وبتظهر في ابلكيشنز كتيره بنسميها ميكسد انتجر لينير اور نون لينير بروجرامينج. ميكسد انتجر لينير اند نون لينير بروجرامينج اللي هو يبقى ايه بقى البروبلم فيها شويه فاريبلز كونتينوس وشويه فاريبلز ديسكريت او انتجر كويس. فبتبقى ايه تشالنجينج شويه ان يعني انا ايه ازاي اتعامل مع ديفرنت سيت اوف فاريبلز يعني وكل واحد بنوع معين من الالجوريزمز, فعشان كده بنسميها ميكسد ايه انتجر لينير اند لينير بروجرامينج كويس. فالالجوريزمز يعني طبعا عشان نقول ان في الجوريزم نقدر نعمل كومباريزون ما بين الجوريزم والجوريزم تاني بيبقى لازم يبقى فيه نقدر نعمل عندي بعض الايه بعض
يعني ايه الكومباريزون تيستس، يعني مين اللي بتبقى مسميها كومبيتيشنال ايفورت. ان انا بقول ان الالجوريزم ده is better than another algorithm if it is computationally efficient. كويس؟ in terms of resources يعني CPU time. كويس؟ بيوصل للoptimum فعدد اقل من الiterations او عدد اقل من الfunction evaluations which is at the end of the day بنقدر نترجمها في صورة time. كويس؟ والtime بيترجم في البيزنس is الى money. كويس؟ وهو ده الهدف يعني. يعني في الاخر بتتجه الحاجه كلها الى فلوس يعني. ماشي الحال؟ يعني هجيب مين فريم عشان يقدر اعمل الاوبريشن دي او البروبلم دي او احل البروبلم دي على مين فريم او ورك ستيشن، ولا محتاج اروح لحاجه اقل؟ هل في حاجات ممكن تتعمل اونلاين؟ كويس في الاونلاين يعني في الـ يعني ايه في الران تايم، ولا محتاجه وقت اخد النتيجه بتاعتها بعد اسبوع 10 ايام عشان اعمل ديزاين لحاجه معينه؟ فتزق كومبرومايز يعني. فالكمبيتيشنال ايفورت هو اللي بايه بنقدر نقيس بيه الجوريزم از بيتر ذان اذر الجوريزمز يعني. في بنش مارك بروبلمز ناس بتست عليها يعني، بعض المسائل سواء كانت كلاسيكال. كويس؟ هي معظمها كلاسيكال يعني. كويس؟ بتبقى فيري تشالنجينج يعني، ان الاوبشن بتاعتها موجوده في مكان يعني عشان توصل له محتاج الجوريزم يكون يعني قوي جدا. ونشوف بقى الالجوريزمز دي هتاخد وقت قد ايه عشان يوصل ده يعني. ماشي؟ ونقدر نقارن بيها يعني زي ما نشوف مع بعض يعني. يعني بقى الابلكيشنز بقى بتاعه الاوبتمايزيشن كتير جدا. كويس؟ موجوده في ايه، في وايد سبيكترم اوف يعني في الانجينيرنج ساينس يعني. في كل الانجينيرنج تقريبا فيلد موجوده فيها، في الايروسبيس، في الكوميونيكيشن، في سيجنال بروسيسنج. نروح بقى الايه الفيلدز الثانيه زي البيوميديكال ساينسز، زي الفاينانس، زي الايكونومكس يعني. باي ذا واي في بعض البرانشز من الاوبتمايزيشن ابتدت مينلي جاست فور ايكونومكس يعني ايه في الفاينانس، اللي هو مينلي كان بيحاول مثلا يعمل فوركاستنج للايه لل او يعمل يعني يقدر يحدد كويس الستوك ماركتس والحاجات دي، يقدر يشوف الوضع هيبقى عامل ازاي بيزد على بعض الداتا يعني. اوكي؟ وفي الايكونومكس برضو، لان هي ايه انا قلنا من شويه دلوقتي ان كل حاجه بتتاخر بتترجم لفلوس. كويس؟ الماني. كويس؟ فانا ايه اي نيد تو مينلي يعني هيبقى كل تركيزنا اي نيد تو ايذر تو مينيمايز ذا كوست اور ماكسمايز ذا بروفيت. اي نيد تو مينيمايز ذا كوست، هتبقى عندي البروبلم بتاعتي الاوبتمايزيشن بروبلم از ا مينيمايزيشن بروبلم اور ماكسمايزيشن بروبلم. ذا مينيمايزيشن بروبلم وين اي نيد تو مينيمايز ذا كوست. الكوست ده ممكن ايه تترجمه لحاجات كتيره، مينلي من اسمه كده ان هو كوست از ماني، بس ممكن ان انا عايز امينيمايز الاريا، عايز امينيمايز الباور ديسيبيشن اند سو اون. اون اذر هاند اللي هي ماكسمايز ذا بروفيت، ان انا عايز ماكسمايز البروفيت بتاعي في صوره فلوس. انما ممكن اقول ان انا عايز ماكسمايز الايه السيجنال تو نويز ريشيو مثلا، عايز ماكسمايز الباور اميتد يعني في باور ديسيبيشن ان ديفايس والباور اميتد من سيرتن مثلا انتنا او ديفايس. ماشي؟ عايز عندي كوميونيكيشن سيستم، اتكلم على كوميونيكيشن، عندي كوميونيكيشن سيستم اي نيد تو سند ذا سيجنال عشان توصل از فار از بوسيبل، فاي نيد تو ماكسمايز الباور عشان تقدر توصل لاقصى ممكن اقصى ممكن مكان. فانا بعمل ديزاين للانتنا بتاعتي such that to maximize the power. كويس؟ on the other hand ان انا لو انا عندي device another device I need to minimize the power dissipation in that device، علشان اي electronic device بيبقى فيه heat sink اكيد يعني عارفين الكلام ده صح؟ بطريقة او باخرى يعني. ف I need to minimize the power dissipation. كويس؟ او I minimize the area. I need to have my cell phone as thin as possible. كويس؟ كان زمان as small as possible، الحاجات اللي كانت بتبقى فليب دي. كويس؟ تبقى صغيره قوي. دلوقتي يعني بقت ايه عشان سمارت فونز عايزه، فبيخلوها thin as possible يعني، وتبقى ايه ويبقى الماركتنج السيلينج بوينت يعني هي how thin it is. ماشي؟ اللي هو في الاخر هيترجم لان انا بمينيمايز سام اريا ان ايه ان ذا فون itself يعني. اوكي؟ فديفرنت ايه ديفرنت في النتوركس يعني بنقل حاجة من مكان لمكان. النتورك دي ممكن تبقى النتورك اللي احنا فاهمينها بتاعت الكمبيوتر يعني، ان انا بنقل باكتس من السيرفر لسيرتن يعني
سيل فون او ديفايس او لابتوب او ايفر كويس، عايز انا اوصل من ايه يعني، بتشوفوها كتير ان انا ببقى عايز بداونلود حاجه كويس، فبيبقى في عندي كذا سيرفر اقدر اداونلود منه، فايه ايه الاقصر طريق ماشي، ممكن تبقى الاسرع ماشي، الاسرع دي اقصر برضو، ما هي الاسرع اقصر كويس، او اللي هو يعني ممكن يبقى سيرفر بيزير ذان ذا اذر وان اند سو اون. وممكن نتورك تبقى حاجات تانية، مش لازم تبقى يعني طبعا الكتريكال نتورك، ممكن تبقى ان انا بنقل حاجات من مكان لمكان. من الحاجات المشهوره قوي في الايه، في الاوضه حاجه اسمها سيلز ترافل سيلز مان بروبلم ماشي، ان انا عندي سيلز مان وعايز يعدي على اكتر من يعني اكتر من دوله عشان يقدر بيحاول ان هو يبيع الحاجات اللي هو بيبيعها يعني ماشي. طبعا ممكن تبقى اكتر من مكان يعني، بتكلم على لوكال اريا يعني، فهو عايز ايه، انا عايز من الصبح لغايه بالليل اكون رحت على اكتر عدد ممكن من الايه، من اتيز ان نتورك بروبلم برضو، ان انا عايز اتنقل من البوزيشن ده للبوزيشن الثاني ومن البوزيشن ده للبوزيشن ده، ساتش ذات ان انا اي كفر از ماتش از بوسيبل يعني. وممكن برضو تروح للترافيك ترافيكس ماشي، انا بعمل طرق وحاجات وانترسكشنز وترافيك لايتس وكده، فاتيز ان نتورك كويس، هاو تو كونكت ازاي، يبقى انا عندي دايما مفيش ما حصلش كونجيشن في حته معينه على الدائري ولا على في طريق من الطرق الرئيسيه، فازاي ان انا اقدر امانج الموضوع ده، اتيز ان نتورك بروبلم. ان انا يكون مثلا عندي برضو من الحاجات المشهوره قوي ان انا عندي مجموعه من المانيفاكتشر فاسيلتيز او الفاكتوريز كويس، وعندي بوينت اوف سيلز كويس، وعايز انا عايز انقل الحاجات اللي بتتعمل او بتتصنع في اماكن معينه ابعتها للوير هاوسز او للبوينت اوف سيلز كويس، فبعت منين لفين. انا يعني طبعا اتكلم على بزنس كبير مثلا زي اوتيفر بقى امازون ولا حاجه ولا اوتيفر يعني، فهو عنده اماكن كتيره بتبيع نفس الحاجه وعنده اماكن كتيره بتشتري نفس الحاجه كويس، فودي منين لفين يعني، دي تروح هنا ولا تروح هنا ولا تروح هنا، بحيث ان انا مينيمايز الكوست اللي هو طبعا في ترانسبورتيشن كوست، ان انا عشان انقل من مكان لمكان في ترانسبورتيشن كوست كويس ان سو اون. ففي ايه ديفرنت يعني بروبلمز كتيره يعني، هناخد دلوقتي حاجات ايه في الايه في اللايف تايم ديلي لايف تايم ممكن تقابلنا يعني. دي ريفرنس اللي انا كنت قايلها من شويه كويس. فيعني البيزك ديفينيشن الاوبتمايزيشن او بروجرامينج قلنا هتبقى الايه الكلمه دي انترتشينجبل كتير، ان هو ايه الساينس اوف that concern to or with the efficient use or allocation of limited resources كويس to meet certain objective and satisfy predefined يعني constraints او limitation كويس. فده يعني ده المعنى يعني verbal meaning of programming او optimization، او هو احنا بندور على best scenario best result for a for certain circumstances، عايز اطلع احسن حاجه احسن حل ممكن كويس within مجموعه من الالترناتيفز يعني كويس. ممكن في الديسيجن ميكنج انا اي نيد تو ميك ا سيرتن ديسيجن كويس كويس، فهي بتهلب في الديسيجن ميكنج بروسيس، عشان كده في الاوبريشن ريسيرش او او ار بتبقى مينلي رايحه ناحيه الايه ناحيه الديسيجن ميكنج بروسيس، يعني ان هو في وقت معين بيبقى it has to take some زي ما كاتب كده تكنولوجيكال اور managerial decisions كويس، بتبقى بتترتب عليها حاجات تانية يعني كويس. فقلنا minimize the effort اللي هو the cost او maximize the profit او the benefit، ده بشكل عام يعني. فالحاجة اللي هي برضو بتظهر يعني الاسم التاني اللي هو زي ما قلت programming، هي بتتكلم mathematical programming، ده اول ما ابتدى كويس mathematical programming، وده جزء من the operational research فيلد. البروجرام ريسيرش فيلد ده حاجات كبيره حاجات كتيره يعني، منها الماثيماتيكال بروجرامنج فيها ستاتستيكال اناليسيز وفيها شويه يعني بعض الحاجات الثانيه يعني كويس، كلها بتساهم او بتندرج تحت ما يسمى الاوبريشنال ريسيرش. فاحنا بنتكلم على ماثيماتيكال بروجرامنج او ام بي اوبتمايزيشن لينير بروجرامنج او اوبتمايزيشن او بروجرامنج بشكل عام يعني. طيب فهناخد بعض الاكزامبلز كده عشان نبين الايه الدنيا. انا ده اكزامبل بس انا قلت ثاني هقول انذر اكزامبل يعني عشان اقرب بس الدنيا ليكم شويه ونبقى فاهمين واحنا ماشيين كده ايه المطلوب يعني بالظبط. ده واحد ثاني يعني. فانا ساي ان انا ام بزنس مان كويس، عندي مانيفاكتشر فاسيليتي بتعمل سيرتن تايب اوف برودكتس، ساي ان انا بعمل تو برودكتس، بعمل تيبلز اند تشيرز مثلا يعني. فانا بيجي لي ديلي كميه معينه من الاخشاب كويس، وانا بقرر هعملها
تشيرز ولا تيبلز ولا هامكس ما بينهم كويس. فايه اللي هيخليني اقرر which is which، يعني اعمل ايه السيناريو الانسب بالنسبه لي انا كبزنس مان؟ اي نيد تو ماكسمايز ماي بروفيت. فانا عارف ان ادفانس ان انا ماي بروفيت في التيبل مثلا سي 10 جنيه مثلا يعني كويس، وفي التشير مكسبي فيها سي 5 جنيه تمام. فالمنطقي يقول ان انا اعمل ايه، اعمل تيبلز كتيره بس الخشب كويس اللي بيجي لي عشان اعمل منه، هعمل منه ترابيزات اقل لان هي الترابيزات بتاخد خشب اكتر مش كده، التشيرز بتاخد خشب اقل بس ايه بس مكسبها اقل كويس. ففي كومبرومايز، طب اعمل ايه، اعملهم كلهم ترابيزات ولا اعملهم كلهم كراسي ولا امكس اعمل نصهم ونصهم ولا ربع وثلاث ارباع تلت ولا تلتين كويس. فهو ممكن واحد يعمل ايه، يقعد يجرب يعني يعمل تراين ايرو، يعني يروح ايه يحسب دي، يحسب كلهم تيبلز يبقى المكسب بكذا، كلهم تشيرز يبقى المكسب بكذا، نص ونص ماشي. فاتيز نوت ايه ان يعني ريجرس واي اوف فايندينج ذا اوبتيمال واي اوف ذا ميكس يعني كويس. فدي بتترجم ممكن نعمل لها فورميوليشن انها تبقى اوبتمايزيشن بروبلم ماشي. اي نيد تو اكزاكتلي نو هاو ماني تشيرز اند هاو ماني تيبلز اي هاف تو بروديوس ديلي كويس تو ميك ماي بروفيت as maximum as possible. ممكن سهلة جدا تتعامل يعني كويس. طبعا انا ايه السيناريو ده او الستوري دي is very simple ماشي، لان هو ممكن ايه can be more sophisticated than that. ان انا احط عليها يعني اولا قبل ما نروح للsophistication case، السيناريو اللي احنا قلناه ده او الكيس study اللي احنا بنتكلم فيها دي هيبقى فيها عندي two variables اللي هم ايه، اللي هم number of chairs and number of tables اللي انا عايز generate او produce daily كويس. وهيبقى عندي constraint، ايه الconstraint اللي عندي، limitation اللي موجودة الوحيدة اللي عندي، كمية الخشب اللي هجيلي كل يوم كويس، هقدر استخدمها قد ايه، استخدم يعني هعمل منها قد ايه tables and قد ايه chairs. والobjective بتاعي ان انا maximize my profit مش كده، ان انا يبقى عدد التيبلز في العشرة جنيه زائد العدد التشيرز في الخمسة جنيه اللي هو الرقم ده كله على بعضه ده يبقى as maximum as possible. يعني ممكن تبقى البروبلم زي ما كنت بتكلم من شويه انها ممكن تبقى more sophisticated than that، ان انا احط فيها other limitations. الاذر limitations دي هي مثلا labor limitations، ان انا ممكن يبقى انا عندي ايه، انا ما عنديش labor كفايه كويس ان انا اصنع الحاجات دي daily كويس. طيب الكوست بتاع الليبر كويس، اعمل ورديه واحده ولا شيفت واحد ولا مور ذان شيفت كويس. في عندي ديماند، عندي الماركت بتاعي، انا 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 مش لوحدي في الماركت ماشي، مش انا الوحيد اللي بعمل تيبلز اند شيرز، في ناس غيري بتعمل، ففي كومبيتيتورز، فالكومبيتيتورز دول هم واخدين بنسميها ماركت شير، واخدين جزء من الماركت. فانا عارف ان انا بلعب على سيرتن ماركت شير، فممكن الماركت شير ده ما يستوعبش اكتر من عدد معين من التيبلز اند تشيرز ديلي، فتيز انذر ليميتيشن. فايت كان بي يعني ممكن احط ليميتيشنز او ايه يعني حاجات تبقى براكتيكال او يعني رياليستيك كويس، ليميتيشنز على البروبلم تخليها مور سوفيستيكيتد ذان ان انا احاول احلها بالسيناريو ان انا اقعد اجرب، لانها تبقى الايه الكومبينيشنز او الفورميليشن بتاع البروبلم مور سوفيستيكيتد ذان ايه ذان يعني I can ever solve it يعني by hand يعني okay. طيب ده اكزامبل تاني، يعني حاجة ممكن تكون بتحصل لناس مننا كتير يعني، او اي حاجة daily life يعني. عايز اقول لك ان هي الدنيا ممكن تبقى انت بتتعرض لها كتير وانت already بتعمل كويس في in your mind يعني blindly كده بتعمل formulation للproblem وبتحلها وبتطلع احسن حاجه ممكنه. انت بتعملها كل يوم الصبح، انا مثلا ايه ساي ان انا عايز اعمل كذا مشوار، الحته بتاعه الترافل سيلز مان بروبلم دي، بس مش لازم سيلز يعني، انا بعمل ايه مشاوير، انا عايز اروح مش عارف البنك وعايز اروح الجامعه وعايز اروح مش عارف اخلص ورق فين وعايز اروح اجيب ورق الجيش فانت ايه بتوع بقى تقعد تحسبها انا ايه، طب اروح فين من الاول وبعدين من هنا هركب ايه عشان اروح دي، فانت بتعمل دي اوريدي يعني ايه بلايندلي كده او ابكونشسلي يعني بس. فانا اتخيل السيناريو ده ان انا ايه I'm يعني working for an international company كويس، والinternational company دي ليها ايه، ليها فرع في مصر وفرع في دبي، وانا ايه مسؤول عن training كويس. انا بروح التريننج ده يوم لازم اروح يوم الاثنين on Mondays كويس لدبي
كويس واعمل التريننج بتاعي كويس لغايه يوم الاربعاء وارجع تاني ابقى في القاهره قبل يوم الاربعاء او يوم الاربعاء يعني كويس. فها this is part of my job كويس ان انا بعمل تريننج يا اما انا باخد تريننج يا اما انا بدي تريننج يا اما انا في بروجكت في ميتنج في الوقت ده فاي هاف اي هاف تو ترافل ان ذات ويندو ماندي وينزداي كويس. والبروجكت ده مثلا الايه الويندو بتاعته مثلا 5 ويكس كويس. فانا I'm in a position to buy my tickets. I need to book my tickets كويس for this 5 weeks project period كويس. فانا عايز احجز التيكتس بتاعتي فانا ببص على الايه على الفلايتس كويس فبلاقي بعض الاوبشنز او بعض البروموشنز زي ما بيقولوا يعني بس. فبيقول لك الراوند تريب اللي هي رايح جاي كايرو دبي كايرو ب $400 اوكي. ولو الراوند تريب دي خدت يعني سبان اوفر ويك اند يعني كانت الراوند تريب دي بتحتوي جواها جمعه وسبت او سبت وحد على حسب اللي احنا بنتكلم جمعه وسبت عندنا يعني اللي هو الويك اند يعني بتاخد ديسكاونت زياده. هو عايز يعني يشجع السياحه وانك تقعد شويه وتحضر تقعد شويه في اوتيلات لو في مثلا فيستيفلز او حاجه بيشجع السياحه فبيدي ديسكاونت لو الراوند تريب دي بتسبان الايه الويك اند يعني. ولو هي راوند لو هي وان واي بتبقى 75% من الرقم ده يعني بتبقى اقل شويه بس هتضطر تحجز وان واي رايح وان جاي فهتبقى دافع اكتر دايما راوند تريب بتبقى ارخص يعني. يعني متخيلين السيناريو ايه؟ انا عندي مونداي وينزداي كويس الراوند تريب ب $400 كويس. لو الراوند تريب دي كويس بتسبان الويك اند كويس دي الويك اند كويس فبتقل فبيبقى 0.8 تايمز $400 بتقل عن ايه عن الرقم ده ولا هي سي تطلع 320 يعني كويس. الوان واي كويس هتبقى الوان واي هتبقى ب يعني 75% اللي هتبقى $300 طبعا $300 ده يبقى رايح بس يعني وان واي بس. وانا عندي عايز اعمل الكلام ده 5 تايمز يعني ذا فيرست ويك سكند ويك ثيرد فورث اند فيفث. عندي مونداي وينزداي Monday, Wednesday. فانا عايز ايه؟ عايز ابلان كويس الايه ال عايز احجز التيكتس بتاعتي بحيث ان هي تبقى ايه؟ يعني اقلل الكوست عليا على قد ما اقدر يعني كويس. فانا احجز التيكتس بتاعتي ازاي؟ دي السيناريوز الثلاثه السيناريوز اللي عندي كويس وانا عايز احجز التيكتس بتاعتي كويس. فنعملها ازاي؟ ايه بقى يعني خلينا نفكر يعني خلينا نورم اب كده مع بعض ممكن ايه ممكن نعمل ايه يعني ممكن هو يحجز التيكتس بتاعته ازاي بحيث ان هو يقلل الايه يقلل الكوست على ايه على قد ما يقدر يعني. وده وقف ليه ده؟ ما انا هقول لك دلوقتي الايه هكتب لك دلوقتي ال اصل هنفطس يعني ماشي. فاحنا عندنا ايه عندنا شويه ريستريكشنز. الريستريكشنز ان هو ايه ان اولا هي 5 weeks period كويس project 5 week restriction هو لازم يرجع يجو اون مونداي يبقى مونداي في دبي يسافر من دبي للقاهره اون مونداي ويرجع من دبي للقاهره اون وينزداي كويس. وطبعا الاوبجكتيف ان انا ايه التكست كوست ان انا ايه اقلل الكوست على قد ما اقدر يعني. فنعمل ايه بقى؟ هو دلوقتي موجود في مصر؟ هو اصلا في مصر هو بيروح دبي فور تريننج يا اما بيحضر تريننج يا اما بيدي تريننج يا اما بيحضر ميتنج يا اما بالك بزنس تريب يعني. فاول سيناريو في سيناريو واضح ايه هو السيناريو الواضح يعني اوضح سيناريو ان هو ياخد ايه ياخد راوند تريب 5 مرات مش كده اللي هو ايه يعني يروح ويجي في نفس الايه في نفس الاسبوع ماشي. فهكده ما استفادش من الايه من الويك اندز دي اللي هو الاوفر البروموشن بتاع الويك اندز. فده السيناريو الاولاني. السيناريو الاولاني ده هيبقى ايه هيبقى 5 × 400 ب $2000 خلاص ماشي. ده السيناريو الواضح ماشي. انا بقى نشوف ايه في سيناريوز ثانيه تبقى اوفر لي ممكن من مونداي ونزداي اللي هو يبقى حاجه من الاسبوع اللي بعدين اسمها قولي طيب ماشي بس خليها تكمل وبعدين مونداي الاسبوع الاولاني وراجع ونزداي الاسبوع الثاني بعدين الاسبوع الثاني رايح مونداي وراجع في رايح منين وطيب يعني خلينا نقول انا عندي اسبوعين بس فهو هيروح مونداي الاسبوع الاولاني يروح بايه الاسبوع الثاني والايام اللي في النص دي انا هدخلها في السايكل كده ماشي ماشي فكري صح بس عايزين نظبطها بقى يعني يعني ماشي يعني التفكير مظبوط بس نعملها ازاي وفي الاخر تترجم لفلوس لقد ايه نعمل ايه بس ويز بتاعت اول اسبوع دي هي اللي تبقى يعني اللي هي
واحدة بس يعني Monday كويس ويرجع وتبقى الراوند تريب بتاعته تبقى التيكت الراوند تريب تبقى امتى او منين يعني انت هتبتديها Monday ولا هتبتديها ايه هتبتديها Monday الماندي هي اللي هتبقى one way ولا الو... ولا ولا الوينزداي هي اللي هتبقى one way لا الوينزداي بتاعت week one هي هتبقى one way لا يعني لا العكس ايوه Monday Wednesday يبقى two way كويس يبقى قول ثاني يبقى ايه اول ماندي يبقى ايه Wednesday كده اللي هي منين لفين؟ اللي هي من القاهرة اللي هي Monday ماشي يبقى ده one way كويس طيب وبعد كده يعمل ايه بقى؟ اللي هو هي بتبقى خصم 8% اللي هو Wednesday Monday Monday Wednesday كويس فتبقى Wednesday Monday يبقى هو كأنه واخد التيكت بتاعته كأنه واخدها منين؟ من دبي يبقى دبي كايرو دبي يعني ماشي يبقى هو كأنها يبقى هو كأنه ايه؟ يبقى هو كأنه خد دي كده one way ماشي ودي بقى اللي خدها ايه اللي خدها راوند تريب هو طبعا مش هيقعد في الايه هو مش هيقعد في البلد في الوقت ده بس هو واخد التيكت بتاعته دبي كايرو دبي ماشي فدي هعملها كم مره هيعملها هاو ماني تايمز اربع مرات ماشي هيبقى اربع هيتبقى له ايه بقى كويس يبقى يروح ويروح مش كده يبقى فاضل له ايه فاضل له راوند تريب مش راوند تريب فاضل له وان واي كويس من ماندي لكايرو دبي ماشي ما ده السيناريو الثالث ماشي هيبقى هو السيناريو الثاني ماشي كويس السيناريو الثاني اللي احنا زي ما انت قلتوا يبقى ماندي وان واي رايح وينزداي وان واي راجع وفي النص اربع مرات ايه بيلفوا مع بعض راوند تريب والسيناريو الرابع بقى الثالث بقى اللي هي قالته سلمى ان هو يعمل ايه بقى ان هو ياخد الاولانيه دي مع الاخرانيه اللي هي يعني يقفلهم ايه راوند تريب على سبان كبير بس هو استفاد كده من ايه من كل حاجه يعني تمام كده مش في ليميت على الوقت يعني ايه مش في ليميت على الوقت بقى يتبقى في ليميت على الوقت انهي ليميت يعني اللي هو ما هوش اكتر ما هو مش هيقعد اكتر هو ايه هو واخد التيكتس بتاعته بطريقه يعني سمارت ان هو استفاد من الايه من البروموش بتكلم على الاكسبيريشن لا بس ده 5 ويكس بتبقى لا بتقعد يعني شويه يعني اوكي طيب فزي ما احنا قلنا كده السيناريو الاولاني ان هي ريجولر كايرو دبي كايرو ماشي 5 في 4 ب 20 ب 2000 وخلاص اوكي السيناريو الثاني اللي هو قلنا هناخد وان واي كايرو دبي اون ماندي وان واي دبي كايرو اون لاست وينزداي وان بتوين هناخد بقى ايه فور ريجولر دبي كايرو دبي ماشي اللي هتبقى وينزداي ماندي ماشي هو كده ايه اتبريتند ان هو قعد في الايه في الويك اند بس هو ما قعدش هو ايه هو رجع يوم الاربع وسافر يوم الاثنين اللي بعديه في ان ديفرنت ويكس كويس والسيناريو الثالث اللي هو كان منطقي بقى ان هو يلضم اللي هم الاولانيه والاخرانيه دول مع بعض في ايه في واحده برده ريجولر كويس تبقى السفر بتاعها ماندي اول اسبوع والرجوع بتاعها الراوند تريب بتاعتها الوينزداي من ايه من اخر اسبوع والحاجات دي تترجم للالتيرناتيفز لفلوس كويس دي 5 في 400 على طول الثاني اللي هو 4 في الديسكاونت وبعدين واحده ايه واحده في الاول واحده في الاخر وان واي والاخرانيه هيبقى 5 في ايه 5 في باستخدام البروموشن بتاع الويك اند فده هيبقى البيست ايه البيست سيناريو فور ايه فور هيم اور هير تمام كده طيب حاجه ثانيه برضو احنا شفناها كتير في ايه في يعني شفناها يعني اللي هو انا عايز ايه عندي واير ماشي اللينث بتاعه ال او سترينج وانا عايز اعمل منه ريكتانجل ويز ماكسيمم اري كويس فطبعا البروبلم دي البازل دي انتوا عارفين اجابتها من زمان بس احنا بنقول لو احنا عايزين نترجم حاجه زي كده لماثيماتيكال بروبلم تبقى اوبتمايزيشن بروبلم انا عايز مينيمايز الاريا سوري ماكسمايز الاريا ان انا عندي خيط او سترينج او واير وانا عايز اقفله في صوره ريكتانجل بحيث ان يبقى الاريا جوه الريكتانجل اللي تبقى از ماكسيمم از بوسيبل يعني ممكن ايه تظهر في حاجات كتيره في ابلكيشنز يعني فهو انا بيزيكلي هنا لازم اعمل شويه ايه شويه مانيبيليشن يعني اولا لازم احدد الايه الفاريبلز فالفاريبلز بتوع هيبقوا ايه هيبقوا هما اللينث والويث بتوع الايه بتوع ريكتانجل ماشي وانا عايز اعرف اللينث يبقى قد ايه والويث يبقى قد ايه such that الاريا بتاعه الريكتانجل تبقى as maximum as possible يعني كويس فانا هحط لهم width and length سميت هنا h عشان هو مديني الايه مديني اللينث بتاعه ايه h يعني هنا عندي constraint او limitation اللي هو ايه الطول فانا الطول بتاعي هو انا هعمل ريكتانجل من ال L ده مش كده فهو الويث والاتش دول ما ينفعش يبقوا اي حاجه لان هو لو بقوا اي حاجه يبقى المفروض تبقى انفينيتي مش كده انا عايز ماكسمايز
ما فيش constraint، بنسميها unconstrained problem، بس هي في constraint هنا. كويس، فالconstraint الاريا هي W في A، انا عايز ماكسمايز الاريا، فماكسمايز الاريا بقى infinity في infinity، بس انا عندي ايه، عندي limitation ان ايه او restriction ان length لازم يبقى ايه 2 W plus H تبقى ايه بتساوي ايه بتساوي ال L. كويس، فده البروبلم بتاعت انا عندي objective function وعندي constraint وانا عايز ماكسمايز الobjective function دي. طبعا دي بتترجم، ممكن تترجم باستخدام الكالكولس اللي هو اللي هو الايزي كالكولس، يعني ان انا اعمل ايه، ان انا يعني احولها، يعني هي كده كده البروبلم بتاعت ان انا ماكسمايز الاريا اللي هي ال في اتش اللي هي اتش في اتش في دبليو كويس such that او conditional that ان ايه ان دبليو بلس اتش تايمز 2 بتساوي ايه بتساوي ال. كويس، فاحد الطرق اللي احنا هناخدها برضو مع بعض ان احنا بنعمل ايه، بنعمل حاجه اسمها دايركت سبستيتيوشن. دايركت سبستيتيوشن يعني ايه؟ يعني ادخل الايه، ادخل الكونسترينت او الليميتيشن جوه الاوبجكتيف فانكشن تبقى ايه، كانها تبقى وان فانكشن. كويس، فاسهل حاجه ان انا اعمل ايه، ان انا ايذر يا اما اجيب الدبليو ان ترمز اوف ال ان اتش اور الاتش ان ترمز اوف دبليو ان ايه ان ال. فمثلا سي انا قلت ان الدبليو هتساوي ال اوفر 2 ماينس اتش، صح كده، وبعدين اخد دي كويس اروح اعمل لها سبستيتيوشن في الايه الاوبجكتيف فانكشن دي، فبقت الاريا دلوقتي بقت عباره عن اتش تايمز ال اوفر 2 ماينس اتش واي نيد تو ماكسمايز. دي بقت ايه، بنسميها انكونستريند اوبتمايزيشن بروبلم، لانها بقت ايه، ان انا عايز ماكسمايز ذيس فانكشن اونلي، انا دخلت الايه الكونسترينتس جوه. فانا هعمل لها ماكسمايزيشن ازاي، بالايه بالايزي كالكولس اللي هو انا اعمل ديفرنشيشن واسوي بالصفر واجيب السكند ديريفيتيف عشان نتاكد انها الكريتيكال بوينت از ماكسيمم از نوت مينيمم. فسهله جدا اعرف اعملها، يطلع لي ان لازم ال ال بيساوي اتش اوفر 4 بيساوي دبليو اوفر 4، يعني هو يبقى ايه، يبقى سكوير الماكسيمم اريا انه يبقى ايه، يبقى سكوير. كويس كده، طيب برضو كموتيفيشن طبعا اكزامبل ثالث ان احنا بايه الحاجات اللي بتظهر في الايه في الـ في السيركت ديزاين. ماشي، انا ساي عندي موبايل، ماشي، وانا عايزه ديفايس، عايزه ايه، عايزه ديزاين كويس سيرتن سيركت ان ذات ديفايس، ماشي، يعني مثلا الاوسيليتور او عايزه ديزاين الانتنا باتش انتنا او عايزه ديزاين الدايمنشنز بتاعه ال ما هي ال ال هي ال صح ماشي، اللي هي تبقى شكرا يا سام، اللي هي تبقى ال W بتساوي ال H بتساوي L over 4. تمام، لا 4 ماشي الحال. طيب فايه كبقى ابلكيشن بقى ان احنا ايه عايزين نديزاين سيرتن ايه سيرتن ديفايس، ماشي، سواء كان بقى باتش انتنا او اوسيليتور او ريسيفر او ترانسميتر وات ايفر، يعني حاجه هي ايه ليها دايمنشنز معينه. كويس، فانا عايز اديزاين الايه الديفايس ده كويس. فالديفايس عشان اعمله ديزاين محتاج ان انا ايه ابص كمان على يعني ايه زي ان انا مثلا عايز اجيب الويثز واللينثز بتاعه الديفايس ده، عندي مكون من كذا شكل يعني مع بعض ومش مجرد ريكتانجل او حاجه يعني دايمنشن، عندي فلتر، الفلتر ده ممكن يبقى ايه، يبقى مكون من ايه من كذا ستيج وكل واحده ليها ايه يعني حاجه شبه كده مثلا يعني ايه مش عارف خدته مايكرو ستريب فلترز ولا ممكن في حاجات تبقى عامله حاجه عامله كده يعني ماشي. ففي ديفرنت ويدثز وديفرنت لينثز فور ايتش سيكشن يعني. فانا عايز اعمل ايه، عايز اعمل ديزاين لحاجه زي كده، مثلا عندي 3 ويدثز و 3 لينثز، عايز اعرف ايه الاوبتيمم فاليوز للايه لللينث اند ويدثز ساتش ذات بقى ايه بقى الكونسترينت، ايه الليميتيشن اللي ممكن تبقى موجوده، ممكن تبقى حاجات كتيره. اول حاجه ان انا عندي ليميتيشن على الاريا، انا عايز اخلي الاريا دي از مينيمم از بوسيبل، مش عايز اخلي الاريا صغيره جدا. ليه فور كوست ريدكشن، او ان انا عايز اخلي الموبايل بتاعي الثين از بوسيبل. كويس، ممكن تبقى ان انا عايز عندي سويتشنج كويس ليميتيشن، ان انا ايه انا عندي الديفايس ده داخل له كلوك معينه، اي الكترونيك ديفايس بتبقى داخل له كلوك عشان يعرف امتى يرايت امتى يريد وكده يعني. كويس، فالكلوك اللي هي التايمينج دي عليها ليميتيشن، الويث بتاعتها
بتبقى مثلا 10 ملي سكندز. الحاجات دي كلها نقدر اترجمها في ايه؟ في علاقات ما بين الويدثز واللينثز بتاع الديفايس نفسه. ممكن تبقى السبيد، انا عايز ايه؟ انا عايز اخلي اما يعني اعمل ادوس تاتش كده على سيرتن باتون يبقى فيه يعني الايه الرياكشن بتاع الديفايس بتاعي يبقى سريع كويس. فالسبيد دي برضو ايه انذر ايشو يعني. اوكي، ممكن تبقى حاجه تانية. ممكن انا ايه خلاص انا قررت خلاص دي هتطلع مثلا الدايمنشنز بتاعت الحاجات دي كلها بالنانومتر، كلها 10 نانومتر و5 نانومتر وكده يعني. جيت اروح اعمل فابريكيشن ما عنديش الفاسيليتيز اللي تعمل لي النانومتر. اخر حاجه عندي مايكرومتر، الديفايس اللي هو بنسميها المانيفاكتشر بروسيس كويس، اللي هي بنعمل بقى في في ال اس اي ديزاين والحاجات دي. انا ما عنديش التول اللي تجيب لي الديفايس بالحجم ده، فعندي ليميتيشن على المانيفاكتشر تولز كويس. وانا عايز مثلا ان انا كمان عايز مثلا ان انا اقلل الباور، يعني ده الاوبجكتيف بتاعي ان انا اخلي يبقى الديفايس بتاعي ده يبقى الباور ديسيبيشن في الديفايس ده از ايه از مينيمم. فالريكويرمنت زي ما قلنا مثلا ايه الامبوزنج على المانيفاكتشر بروسيس اللي هو التول اللي بتعمل لي الكلام، تايمينج كويس، الايه السبيد كويس، التوتال اريا. وانا عايز ايه الاوبجكتيف بتاعي ان انا ايه امينيمايز التوتال باور. اوكي، في زي ما قلت في وايد يعني وايد فرايتي من الايه الابلكيشنز في حاجات كتيره، في الالكترونيك ديزاين، في الكنترول سيستم، في نتورك، في الاوبريشنز، في الحاجات دي اللي تشين مانجمنت سبلاي تشين مانجمنت دي للصبح يعني كويس. نستخدم فيها تولز ب يعني بالثاوزندز اوف دولارز علشان يقدروا يعملوا مانجمنت للتشين بروسيس دي بشكل يكون افيشنت وفي كوست ريدكشن سكيدولينج كويس. يعني امتى سكيدولينج اللي انا بعمل اعمل ايه قبل ايه علشان اقلل الكوست سواء كان في الترانسبورتيشن او في اقلل التايمينج بتاع البروسيس كلها. طبعا لما اقلل التايمينج بتاع البروسيس كلها اقدر اعملها اكتر من مره فطلع عدد من المنتجات اكتر ان سو اون. كيميكال وميكانيكال وايروسبيس كل الحاجات يعني حاجه بقى اللي ظهرت جديده موضوع الايه موضوع الاونلاين او الريل تايم اوبتمايزيشن. في الحاجات بقى اللي فيها حاجات لازم تبقى ياخد تاخد فيها يعني ديسيجن سريع كويس يكون بيست سيناريو او اوبتيمال سوليوشن او اوبتيمال ديسيجن كويس في وقت نو تايم النو تايم يعني ماشي. زي مثلا ان انا في الروبوتكس دلوقتي بقت كل حاجه انه بتبقى كل حاجه موجوده على روبوت وهو بيقدر ياخد ديسيجنز ان نو تايم سواء كانت في الرياكشنز او في او في الاكشنز اللي بيعملها بيافويد حاجه بيجيب حاجه. لو الحاجات دي بتستخدم مثلا في حاجات ميديكال بتبقى فيري ايه فيري يعني سنسيتيف جدا ان هو لازم تبقى الحاجه سريعه عشان ما يحصلش اي بليدنج او حاجه كويس. في الروكتس بقى حاجات الميليتري بقى ان انا ايه ان انا عندي تارجت عندي روكت بيتارجت سيرتن يعني واتيفر بقى مكان او حاجه بتتحرك يعني فهو بيقدر يغير الايه الدايركشنز بتاعه اوتوماتيكلي ما بيرجعش تاني للايه يعني مش واحد بيوجهه بيلعب مثلا بلاي ستيشن ولا حاجه لا هو انترنالي بيبقى فيه اللوجيك والالجوريزم اللي يخليه يقدر يغير الاتجاه بتاعه بحيث ان هو يتارجت الايه الهدف بتاعه. فدي داخله في حاجات الامبيدد اوبتمايزيشن او ريل تايم او اونلاين اوبتمايزيشن. اوكي، البروسيس بتاعه الاو ار مينلي كويس يعني بسميها ماثيماتيكال بروجرامينج بروسيس بتتقسم الى مجموعه من الايه من الستبس. اول حاجه بتعرف على البروبلم انت ايه انت يعني الحاجات اللي احنا انتوا يعني بتعملوها كتير برضو من زمان يعني ان انا بيبقى عندي وورد بروبلم عندي مساله ماشي من الدنيا مكتوبه كده ماشي وانا بطلع من البروبلم دي بعض الداتا وباخد من الداتا دي بعمل بروح مكون فكرة عن المسألة ومنها بروح ايه محدد بكتب مجموعة من الاكويشنز بتدسكرايب البروبلم دي وبعدين ابتدي احل كويس وانا بحل بعمل ايه بعمل فيدباك مع نفسي طب دي تنفع دي ما تنفعش انصون في حتى الحاجات اتحطت في شكل ايه ريجورس يعني حاجات يعني ستيبس او بروسيدير بيمشي عليه اي او ار analyst يعني انا ايه I'm hiring an OR analyst عشان يحل لي بروبلم معينه كويس فهو هيمشي الكتالوج بتاعه او الستبس اللي هو هيعملها ايه اول حاجه هيعمل بروبلم ديفينيشن
هيحدد ايه؟ انا بتكلم على اوبتمايزيشن بروبلم، فهيحدد ثلاث حاجات اساسيه، الديزاين فاريبلز ماشي، او بنسميها كنترول فاريبلز او ديزاين فاريبلز، الكونسترينز اند الاوبجكتيف فانكشن. بتبقى الكونسترينز والاوبجكتيف فانكشن بوث ار فانكشنز ان ديزاين فاريبلز كويس. فاي نيد تو فايند ذا اوبتيمم فاليوز اوف ذا ديزاين فاليو ساتش ذات الاوبجكتيف فانكشن از as optimal as possible such and the constraints are satisfied. مبقاش في حاجه، مبقاش في violation للconstraints يعني كويس. طيب عمل definition، يبتدي يعمل model construction، يكون الايه، يكون الموديل بتاعه، يكمل mathematical model، يعمل formulation of problem كويس، يحولها. قبل كده في الحاجات اللي قبل كده كنا بنعمل ايه، بنروح مكونين problem يطلع لي system of linear equation، يطلع لي differential equation، يطلع لي ODE system of differential equations and so on. الخطوه الثالثه ان انا احل ماشي. فعشان احل لازم يبقى عندي درايه كافيه على كل الالجوريزمز اللي موجوده عشان اقدر اختار اي كان بيك ذا ذا رايت الجوريزم فور سيرتن بروبلم. زي ما نشوف كمان شويه، في عندي كلاسيفيكيشن كتيره للاوبتمايزيشن بروبلم، في عندي ممكن تبقى ليها اكتر من شكل كويس. طيب فكل واحد، كل شكل من الاشكال او كل كلاسيفيكيشن ليه طرق معينه في الحل. فأي نيد تو بقى، أي نيد تو هاف ان جود اكسبيرينس تو فايند ذا اوبتيمال، تو فايند ذا بيست الجوريثم فور ماي بروبلم كويس. ده على فكره بيبقى نص الحل يعني. انا ايه، انا لو اجيب حد يقول لي بس البروبلم دي يعمل لها فورميوليشن، يقول لي دي تتحل بكذا ماشي، ده كده يبقى انا خلاص يعني تقريبا قربت الكذا ده. انا اجيب بقى سوفت وير يحلها، ادور على فاهم، انما ان هو يعمل لي فورميوليشن صح، ويعمل لي ديفينيشن صح، يعمل لي فورميليشن صح، يعمل لي ماثيماتيكال ماثيماتيكال فورميليشن، ويحدد لي هي تبقى انهي كلاسيفيكيشن او انهي كاتيجوري تنفع، او انهي نوع من العلم اللي يحل النوع ده كويس. ده في حد ذاته اكتر من نص الحل يعني ماشي. بعد كده بيستخدم بقى التكنيكس المختلفه، بيعمل حاجه اسمها سنسيتيفيتي اناليسيس، يتاكد ان الحل بتاعه ده يعني الحل اللي هو جابه ده سنسيتيف قد ايه للتغيرات، لان ده بيبقى مهم جدا. لان انا ممكن ايه، انا طلعت حل بايدي، حسبت شويه حسابات، طلعت رقم، قلت الاكس ب 10، قلت مثلا الويدس ده ب 2 نانومتر، 2 نانومتر، واللينث ده ب 10 نانومتر. رحت انا عملت ديزاين وجيت احطه بقى في الايه، في الفيلد، حراره بقى وهيوميديتي وانفايرمنتال، وناس بتتحرك وحاجات بتتهز وبيقع مني موبايل يعني كويس. فايه الحاجات دي كلها بتاثر على الدايمنشنز دي، فما بقت ايه، ما بقاش as effective او as efficient as designed كويس. فالحاجات دي لازم تتاخد في الحسابات باستخدام sensitivity analysis يعني. طيب بعد كده في حاجه اسمها model validity، انا طلعت الحل وكل حاجه، بس ايه، بس الهيستوري بتقول لي ان ايه، ان الكلام ده فيه حاجه مش مظبوطه يعني ايه، من خبرتي كويس، ان الموديل بالشكل ده والحل ده هيبقى فيه مشاكل كتير كويس، نتيجه ايه، experience او different يعني. ممكن تبقى ايه، يبقى انا كده بعمل فيدباك لايه، لنفسي يعني. ممكن اكون نسيت احد الديزاين فاريبلز في الاول وانا بعمل ديزاين، نسيت واحد من الـ limitations او الكونسترينتس اللي موجوده في البروبلم، فطلعت لي حاجه مش منطقيه، فاضطر اعمل ايه، اعمل ريبيت للايه، للسايكل دي تاني لغايه ما اوصل لحاجه تبقى ايه، تبقى يعني obvious and acceptable يعني. بعد فاينلي بقى احط بقى اوبريشنال ايه، اوبريشنال بروسيدجر كويس، او انستراكشنز جوه المانيفاكتشر فاسيلتي بتاعتي، بحيث ان انا اعمل بقى من ده مليون حته على 100 حته يعني، اقصد اقدر بقى ايه ابني عليها يعني. اللي هو ايه، اللي هي انهي جزء، اللي هي موديل فاليديتي دي، ان انا ايه بعد ما بطلع الحل كويس برسمه مثلا، مثلا يعني كويس، او بشوف ايه، بعمل شويه اناليسز بنسميها بوست اناليسز. بعد ما طلعت الحل، البوست اناليسز ده بيقول لي هل الحل ده منطقي ولا لا، هل ان انا لو زودت مثلا يعني ايه، انا كنت بديزاين في وقت معين، او في يعني بعمل ديزاين على وقت معين، فلو بعد الوقت ده بشويه هل حصل مثلا ان الديفايس بقى بيهيف يعني بشكل مش مظبوط كويس، مش متفق مع الداتا اللي كانت موجوده قبل كده، مع الديزاينز اللي موجوده قبل كده. في حاجه اسمها ريفرنس ديزاين بعد يعني، اقصد في الديزاينز بيبقى في حاجه اسمها ريفرنس ديزاين. ريفرنس ديزاين يعني ايه؟ يعني حاجه ناس عملتها قبل كده وشغاله، انا عايز احسن يعني، عايز ايه، عايز اطلع حاجه احسن منه. فانا ايه، طلعت الديزاين كويس، لقيت ان هو بالنسبه للريفرنس ديزاين لا ده منيل يعني، او يعني حاجه اسوا يعني، بيبقى في عندي حاجه غلط. حاجه غلط دي ايضا ان انا نسيت حاجه وانا بعمل فورميليشن، حليت بطريقه غلط، او نسيت كونسترينز كده يعني. فنوع من الفيدباك زي اي كنترول يعني. طيب
مثلا لو التليفون وقع او كده بتاعت الفاليديتي، انا برجع تاني من الاول. طيب اللي هي الحاجات بقى لو التليفون وقع او حاجه اتخبط او كده ازاي هتروح بقى حاطط هنا جوه ايه جوه الموديل كونستراكشن حاجه بت ايه بتريبريزنت الفاكت دي انك انت عايز تقول ان هو اتخبط كويس، فانت عايز تعملها في صوره تكتبها في صوره ايكويشن تديسكرايب الفينومينا اللي حصلت دي بحيث ان انا ايه اي ويل كونسيدر ات ان ماي موديل، فبتطلع يطلع لي حاجه تبقى واخده بالها من الايه من الفاكت دي. واخد بالك؟ في الاخر بيبقى عندي الموديل في الاخر بيبقى زي ما كنت كاتب كده من شويه اوبجكتيف فانكشن تو مينيمايز او ماكسمايز ومعايا مجموعه من الكونسترينتس والحاجتين دول فانكشن في الديزاين فاريبلز او الكنترول فاريبلز. اوكي طيب فاحنا ايه ده الجنرال ايه ده نكتبها بقى عشان دي هتبقى قدامنا لفتره كده. انا عندي ايه عندي لسه ما حليتش لسه ما حليتش ماشي احنا هنحل بقى طول الوقت بس انا بص انا بقول لك ايه بقول لك انه ايه يعني هيبقى احنا مش هنركز قوي ان احنا نعمل الفورميليشن دي لان دي تيز ايه تيز فيلد ايه ديبندنت او فيلد سبيسيفيك على حسب الفيلد ماشي. الفيلد لازم يبقى في حد اكسبرت فيه عشان يقدر يعمل ديفينيشن مظبوط وفورميليشن مظبوط كويس. عاده لما يكون الاوبتمايزيشن جاي في الايه بيبقى في جروب بيبقى في ناس معاه من كل الايه من كل الديسيبلين بحيث ان هو يساعدوه في ان هو يفهم البروبلم كويس عشان نقدر نعمل لها فورميليشن صح. احنا مش هنركز على دي قوي يعني احنا يعني تبقى حاجات في الاول بسيطه كده يعني على ان احنا نحل نعمل فورم يعني بروبلم فورميليتد هاو تو سولف بقى ده اللي هنركز عليه اكتر يعني عشان كده دي هتبقى ايه قدامنا لفتره مش قليله او معظم الوقت يعني بمينيمايز سيرتن فانكشن الفانكشن دي فانكشن في ديزاين فاريبلز اكس ده فيكتور such that مجموعة من الكونسترينز بنسميها equality constraints inequality constraints and box constraints ماشي. فال inequality constraints اللي هي h i of x بتساوي 0 وال i دي من 1 لغاية p وبعدين g j of x less than or equal 0 وال j دي اللي index بتاعها من 1 لغاية m اوكي okay. ممكن تكون الايه الاكس نفسها كويس دي سبسيت من ايه دي سبسيت من يعني سي اللي هي من الار ان الار ان دي اللي هي الان دايمنشن سبيس بتاعي كويس. والاف الاف والاتشز والجيز دي كلها فانكشنز في الديزاين فاريبلز يعني كويس كده. فدي البروبلم اللي احنا هنشتغل عليها موست اوف ذا تايم كويس. هنحط بقى بعض هنحط بعض الايه ساعات نقول ايه دي مش موجوده ودي موجوده بس طيب دي موجوده ودي مش موجوده بس كويس او دول مش موجودين خالص فتبقى كده بس يعني هناخد بقى ايه الفانكشن دي لينير ولا نون لينير كويس الكونستنت لينير ولا نون لينير ده هتبقى الايه الديفرنت ايه الديفرنت كلاسيفيكيشنز او كاتيجوريز من الايه من البروبلم نفسها يعني كويس. هنقول حالا دلوقتي الايه الكلاسيفيكيشن ده اوكي. فهو موضوع الامبلمنتيشن ده لسه قدامه شويه يعني خدوا مثلا ايه عقبال ما ناخد بعض ال يعني ناخد بيزكس كويسه تاهلنا ان احنا يعني الاول هبتدي شويه بحاجات كلها ماثيماتكس يعني اوبتيماليتي كونديشنز وديريفيشنز وحاجات تحل بالايد اكتر يعني كويس. وبعدين هنروح ده لما ندخل بقى في الالجوريثمز يعني هيبقى يعني البيست يعني عشان تبقى في فايده ليكوا يعني انك تعمل امبلمنتيشن فتستفيد في البروجرامنج وتقارن مع الحاجات اللي هي الاكزيستنج سوفت وير وكده يعني ماشي الحال فهو مينلي زي ما تقول ده الجنرال اوبتمايزيشن بروبلم فورميليشن اللي هي تبقى عندي مينيمايزيشن انا بتكلم على مينيمايزيشن اور ماكسمايزيشن فانا موست اوف ذا تايم يعني ايه هقول مينيمايزيشن وتبقى الماكسمايزيشن تبقى ايه يعني باي برودكت كده يعني اقصد هتبقى سهله يعني نفتكر نعملها ازاي لو عايز اعمل ماكسمايزيشن هي لو ايه انا دلوقتي عندي بروبلم بعمل لها بعمل فورميليشن بمينيمايزيشن عمول مينيمايزيشن لو انا عايز اعمل ماكسمايزيشن اعمل ايه نيجاتيف ساين يعني ماكسمايزيشن لماينس الاف بس يعني هي يعني تخيل كده لو الفانكشن بتاعتي كده وانا بعمل لها مينيمايزيشن عايز اعمل لها ماكسمايزيشن اقلبها ماشي بس كده تمام. فهي احنا هنركز ان دايما مينيمايزيشن بس عندي كونسترينتس بقى عندي حاجه اسمها ايكواليتي كونسترينتس اني ايكواليتي كونسترينتس كويس والفيكتور اكس ده فيكتور في الار ان
دايما في الار ان ماشي. والفانكشنز دي كلها فانكشنز في الديزاين فاريبلز او الفيكتور اكس ده. بس كده هنشوف حاجات دلوقتي حالا يعني. في شويه ديفينيشنز كده ترمينولوجيز هنستخدمها كتير فحابب بس اركز عليها. كلمه فيزيبل سولوشنز ماشي ماثيماتيكلي معناها كده ماشي. تعالوا نقراها كده بالراحه كويس. دي كابيتال اف از ست. دي سيت اوف فيزيبل سولوشنز. سيت اوف فيزيبل سولوشنز ات مينز افري اكس اللي هو اكس ده اللي هو ديزاين فاريبلز ماشي. فيزيبل سولوشن يبقى سولوشن مش كده. سولوشن يبقى ديزاين فاريبلز مش كده. ديزاين كل ديزاين فاريبلز ذات belongs to the subset C اللي هي من ال Rn. وقت ممكن تبقى Rn لو هي ما عنديش limited. يعني لو انا عندي ال variables بتاعتي ساعات تبقى ال variables بتاعتي كلها لازم تبقى positive مثلا lengths و widths تبقى positive. مش هتبقى C دي هتبقى ايه؟ هتبقى Rn plus مش كده؟ that is subset من ال Rn. again يبقى all X that belongs to C was touch that. الشرطة دي معناها given or conditional. خدتوها في probability conditional او given او such that. كل ده يبقى صح ان الاكس دي بتساتسفاي الايكواليتي كونسترينتس وبتساتسفاي الانيكواليتي كونسترينتس. فهي قراءتها سهله يعني. يعني كل الاكسز اللي بتساتسفاي الايكواليتي كونسترينتس والايكواليتي كونسترينتس وجوه السبسيت سي اللي هي من الار ان كل دي اسمها فيزيبل ست. كل دي تنتيتيف كويس ان هي تبقى ايه؟ تبقى اوبتيمم. انا بقى هدفي ان انا ادور في الست الكبيره دي اللي هو ممكن تبقى انفينيتي على احسن واحد. ده بيست ايه؟ بيست اكس يعني كويس. طيب فعلا ايه؟ تعالوا كده نتخيل وضع يعني ايه علشان بس نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. يعني انا دلوقتي دي اسمها هايبوثيتيكال تو دايمنشنال. احنا دايما هنروح للتو دايمنشنال. هو عموما بشكل عام البروبلم بتبقى النمبر اوف فاريبلز في بعض البروبلمز اللي هي يعني براكتيكال بروبلمز ممكن يوصل ل 10 of thousands of variables او hundreds of thousands او millions. يعني الاكس ده طوله كده مليون. في مليون فاريبل ممكن بس كده. بس احنا عشان نقرب الدنيا شويه ونبقى فاهمين الدنيا ماشي فدايما بنروح للتو ده ايه للهايبوثيتيكال تو دايمنشنال ديزاين سبيس. انا عندي تو فاريبلز بس اكس 1 واكس 2 وعايز اشوف الوضع عامل ازاي كويس. فانا لو عندي سي ان انا عندي تو ديزاين فاريبلز بس ماشي اكس 1 واكس 2 كويس x1 و x2. الكونسترينتس او الليميتيشنز اللي انا ممكن احطها على الفاريبلز دي ان ممكن تبقى ايه مثلا يعني ان x1 ده اكبر من سي 2 مثلا كويس. فعلشان امثل ده على البيثيتيكال ديزاين سبيس دي ده هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ستريت لاين كده x1 اكبر من 2 فهيجي عندي 2 كويس وهعمل ستريت لاين كده واقول كل المنطقه اللي اكبر من 2 هتبقى ايه؟ هتبقى انكلودد معايا وكل المنطقه اللي اقل من 2 مش انكلودد معايا ماشي كده. طيب فهحط كمان انذر ايه انذر كونسترينت سي مثلا نقول ان x2 سي اكبر من 4 مثلا نعمل ايه؟ مش باين اوكي ليه؟ ما انا واخد بالي اه. طيب ماشي يبقى ازرق وخلاص او ازرق من ايه نعمله كده ماشي ماشي. طيب فده هيبقى لو ده قلنا مثلا ده C1 هو الكونسترينت او ده C2 الكونسترينت التاني ده C1 مثلا يعني التاني ده كويس اللي هو X2 اكبر من 4 فهيبقى كده صح. انا اقول ده كده ويبقى دي المنطقة بتاعتي. فانا so far المنطقة اللي انا الفيزيبل سيت بتاعتي هي الحتة دي صح مظبوط. ده المنطقه دي الحاجات اللي هي بره دي ما تنفعش تبقى معايا. ممكن اروح بقى حاطط بعض الكونسترينتس الثانيه احط مثلا ايه يعني اكتب اي حاجه وهرسم حاجات ثانيه مثلا اقول اكس 1 سكويرد بلس اكس 2 تبقى اكبر من 0 مش عارف اكس 1 ماينس اكس 2 سكويرد بلس 5 اكبر من 0 مثلا شويه حاجات كده يعني ماشي في سكويرد كويس. فممكن تعمل لي ايه اشكال بقى تبقى ايه حاجات ايه عامله كده وحاجات عامله كده وحاجات عامله كده مش كده. فتعمل في الاخر منطقه صح بتحصر ايه المنطقه دي بت ايه بت بتكونتين اول ذا فيزيبل سيت اللي هي المنطقه اللي جوه دي بنسميها دي الفيزيبل بنسميها الفيزيبل ريجن. فكل النقط اللي جوه المنطقه دي بالنسبه لي از تنتيتيف تو ذا اوبتيم يعني ممكن تبقى اي واحده منهم هي الاوبتيم كويس. فانا بدور مين فيهم تبقى الاوبتيم. هل هي واحده جوه هنا ولا على الباوندري دي بنسميها باوندري بقى. انا عملت ايه ريجن فعندي باوندري
فهل الحل ده ممكن يبقى على الباوند، ممكن يبقى هنا مثلا، ممكن يبقى هنا، ممكن يبقى دي، مش كده؟ فدي اول حاجه يعني، ماشي الحال. فانا عندي هنا ايه، دي حاجه شبه اللي انا رسمتها من شويه، دي بنسميها الفيزبل ايه، الفيزبل ريجن. دي فري بوينت اللي هي نقطه فري، يعني ايه افتكر؟ مش على الباوندري بالظبط، ماشي. الثانيه باوند دي يعني جايه من باوندز يعني، او ممكن بنسميها كتير قوي باوندري بوينت، بنسميها باوندري بوينت. فدول باوندري بوينتس، ماشي، ودول اكسبتبل، ماشي. لو احنا قلنا لو حطينا هنا ليس ذان اور ايكوال، ماشي، فهيبقى ايه، يبقى ده الحاجات اللي عن باوندري بتاعتي اكسبتبل، ماشي. ماشي، دي بنسميها ان اكسبتبل بوينت، انها بره، هي فري ان اكسبتبل بوينت، مش كده؟ ده بنسميه انفيزبل ريجن. دي ايه اللي هو الحاجات اللي انا قاسمها دي، اللي هي الجيز، اللي هي واحده من الايه، من الانيكواليتي. دي احنا شغالين انيكواليتي، صح كده؟ فكلهم جيز، مفيش حاجه منهم ايكواليتي خالص. ايكواليتي تبقى ايه؟ ايكواليتي تبقى لازم تبقى على الايه، على الباوندري نفسه يعني، ماشي. فدي بتبقى ليميتيشن قوي يعني. انا لو قلت ايه، لو في مثلا عندي ايكواليتي كونسترينتس موجود هنا، هيبقى عباره عن مثلا زي خط كده، يبقى فين الفيزبل ريجن؟ هو الخط اللي موجود جوه بقيه المنطقه يعني، ماشي الحال. طيب لو جينا بقى ايه، احنا دلوقتي ايه اللي احنا اتكلمنا عنه ده، دي الكونسترينتس. فين الفانكشن اللي انا بعمل لها ماكسمايزيشن او مينيمايزيشن او مش كده؟ ما ايه يعني، انا النقط دي كل النقط دي بالنسبه لي هعوض بيها فين، علشان اقول ان الايه، ان الفانكشن بتاعتي از كويسه، وحشه، كبيره، صغيره. ففي عندي اوبجكتيف فانكشن، فالاوبجكتيف فانكشن دي زي، تعالوا ناخد برده حاجه كده هايبوثيتيكال كده. انا لو خدت قلت ايه، قلت اف اوف اكس 1 واكس 2 دي الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي، سي كتبتها كده x1 squared plus x2 squared، ماشي الحال. ف x1 squared plus x2 squared ال f بتساوي كذا يعني. فدي لو انا عايز اعملها جيومتريكلي، هعمل دي ده الشكل ده، يبقى ايه، اولا دي 3 دايمنشن سبيس، مش كده؟ عندي f كاني عندي ايه، z بتساوي x1 او x3 بتساوي x1 x، مش كده؟ يبقى انا كاني عندي x1 و x2 وعندي f of x1 و x2، صح كده؟ فسيمبلي دي شكلها ايه، دي ده حد فاكرين كالكولاس 1 وكده؟ ده سيركولار بارابولويد، ده سيركولار بارابولويد اللي هو شكله عامل كده. واضح كده ان المينيمم بتاع ده هو ايه؟ 0 0. يعني ايه مينيمم؟ يعني المينيمم فاليو صفر، يعني الفانكشن دي اقل ما يمكن تبقى صفر، ماشي، ات 0 0 اللي هي الاوريجين، صح كده؟ لو انا عملت شيفت، قلت ايه يعني، دي انذر 1، دي اف 1 بقى، قلت ايه، قلت اكس 1 اكس 1 ماينس 2 سكويرد بلس اكس 2 بلس 3 سكويرد، فبقت ايه، بقت 2 ونيجاتيف 3، دي الاوبتيمم بوينت، بس ستيل الاوبتيمم فاليو از 0، صح كده؟ طب رحت عامل كده بقى ايه ده، بقى اليبتيكال بارابولويد. يعني ايه؟ يعني ده الشكل ده الكروس سيكشن بتاعه بقت، بدل ما هي بقت سيركولر في الحاله الاولانيه، بقت ايه، بقت اليبتيك يعني، ماشي. فدي لو جيت عملت لها بروجكشن على الاكس واي اكس 1 اكس 2 بلين، هتبقى عامله ازاي المنظر ده؟ هتبقى اليبسز، صح كده؟ اليبسز السنتر بتاعها عند 2 ونيجاتيف 3 واليبسز، مش كده؟ لو رحت بقى مزود ترم كمان، مثلا قلت اكس 1 اكس 2 اي حاجه بقى يعني، حطيت ايه كروس، الكروس ترم ده كويس، فبقى ايه، فممكن تبقى يعني ممكن اعملها فورميشن بشكل معين، بحيث ان هي تبقى اليبتيكال بارابولويد بس ايه، روتيتد يعني شكله مايل كده. فلما اعمل له بروجكشن تطلع الاليبسز بتاعتي حاجه عامله كده، ماشي كده؟ بعدين بالكوا يعني، دي لو عملت لها بروجكشن تطلع دواير في الاوريجن، دي تعمل ايه، تعمل اليبسز في الاوريجن. بعد ما حطيت ده بقت ايه، بقت اليبسز شيفتد وروتيتد، يعني اليبسز روتيتد كويس وشيفتد كمان، صح كده؟ طيب لو ما فيش كونسترينز، خلي بالك، لو ما فيش كونسترينز تبقى الاوبتيمم فين في الشكل اللي انت شايفه ده؟ فين؟ جوه هنا، صح؟ كل ما تصغر كل ما تبقى احسن، صح ولا معايا ولا؟ طيب انا دلوقتي الشكل ده كده
الاكس 1 اكس 2 نرجع للسيركل البارابولويد. السيركل البارابولويد هيبقى عامل كده صح؟ دي اكس 1 اكس 2 ده السيركل البارابولويد الاولاني خالص هو قبل ما احط اتنينات اللي هو ده كويس. لو عملت له بروجكشن على الاكس 1 اكس 2 بلين دي بنسميها فانكشن كونتورز كويس هتبقى شكلها كده صح؟ الكونتورز كل ما تصغر بالنسبه لي معناها ايه؟ ان الفانكشن بتقل يعني الكونتور لما تكبر الفانكشن بتزيد الكونتور لما تصغر الفانكشن بتقل. كل اللي انا عملته ان انا خليتها قسمتها على ديفرنت فاليوز وعملت لها شيفت وروتيشن فبقت ايه فبقت برضو كل ما تصغر كل ما تبقى الفانكشن بتقل ماشي وكل بس ايه شكل الايه الكونتورز بقى شكلها ايه بقى شكلها اليبسز يعني. فبنسمي النقطه دي ايه دي بنسميها الانكونسترايند اوبتيمم. انت خلاص كده سلمى ولا في الاليبسز مش هتفرق في السيركلز مش هتفرق انما في الاليبسز هتفرق. يعني اقصد ايه يعني نروح لدي دي هتبقى شكلها من غير ده هتبقى عند 2 وناقص 3 تبقى حاجه عامله كده بس هتبقى عدله يعني عدله كده صح عشان هي بس ايه انا خدت البارابولويد ده رحت محركه يعني ايه زي ما هو بارلل تو اتسلف كويس في الايه في السبيس فبقت الاوبتم بتاعته بقت برضو بقت في مكان ماشي كل ما الايه كل ما كونتورز مديق كل ما يبقى ده انديكيشن على ايه على ان الفانكشن بتقل وتبقى دي الاوبتيم دي بنسميها الانكونسترايند اوبتيم كويس. لما حطيت له بقى ترم كمان كده بقت روتيتد فبقت برضو الايه الاوبتيم بتاعتي هي كده صح دي بنسميها الانكونسترايند اوبتيم ماشي الحل تمام كده ولا طيب لا لما جيت حطيت كمان معاها كونسترينز يعني حطيت دول مع بعض بقى رسمت دي اوبجكتيف فانكشن كونتورز ومعاها الكونسترينز تفتكر الاوبتيمم تبقى فين لا ما هو دي تعتبر ايه بالنسبه لي دي هتبقى اسمها ان اكسبتبل بوينت ليه لان هي مش بتحقق الكونسترينز اقرب واحده تبقى ايه معناها احنا ناس بقى بنفهم او بنتكلم رياضيا طب هي انترسكشن ولا كلمه في كلمه احسن شويه من لازم تبقى ايه ايوه ماشي كل ده كويس بس عايز كلمه بقى تاتشنج مش كده يعني الكونتور اللي هو هيتاتش لو دخل جوه شويه كويس هيكبر يبقى ده مش حلو ماشي فانا عايز اصغره ماشي بس ايه يبقى يحقق الكونسترينز اللي هو يبقى ايه يبقى على بيتاتش مش كده لو كبر سنه كده يبقى فيها في واحد احسن منه في كونتور احسن منه اللي هو معناه ان الفانكشن اصغر وده بالنسبه لي احسن مش كده لو دي كلها بقت جوه هنا بقت برضو انكونسترينت بروبلم. خلي بالك هو ايه الكلاسيفيكيشن ده مهم في ايه ان لو المنظر ده هتعامل بطريقه كالجوريزم يعني ولو انا خدت الكونتورز دي كلها حطيتها جوه الـ يعني الفيزيبل ريجن ده هتعامل معاها على انها على حسب النقطه فين يعني انا ايه انا لو انا ببتدي خلي بالك هو الالجوريزم بيبتدي ازاي بانيشال بوينت انيشال بوينت واروح من البوينت للبوينت الثانيه احسن منها من وجهه نظر مين الاوبجكتيف فانكشن انا هو نقطه ثانيه احسن الاوبجكتيف فانكشن عندها اقل كويس فانا افترض ان كل حاجه كانت جوه وانا ببتدي من نقطه بره فالنقطه اللي بره دي انا اكسبتبل ماشي فراحت مدخلاني جابتني ايه جابتني هنا ماشي فجابتني هنا انا ستيل ايه ستيل كونستريند لسه ليه لان انا في كونستريند منهم موجود معايا في الموضوع يعني بمجرد ان انا ادخل هنا كويس لو الاوبتيمم جوه هنا يبقى دي انا كونستريندز واقدر اشتغل معاها بطريقه فممكن تبقى الالجوريزم هايبريد يعني ايه في جزء من الاتريشنز بيتعامل بطريقه وفي جزء تاني بيتعامل بطريقه تانية على حسب وضع النقطه بالنسبه للايه للكونستريينز ماشي في بعض الكتب بتكتب اللي هي الجنرال فورم دي بطريقه مختلفه شويه عن ايه عن اللي انا كاتبه تبقى كده يعني ودي بيقول ان دي تبقى عام ازاي السي ده داخل فيه الايكواليتي والانيكواليتي والحاجات دي يعني لو انا عايز اكتب دي كويس عايز اكتب دي بالطريقه دي ها مين يقول لي الاتش ده اكتبه ازاي عشان الاتش ده اللي هو الايكواليتي اكتبه ازاي بالطريقه دي ايه
صعبه شويه صح؟ كويس. هو ايه بقول ان ده شكل معين للاوبتمايزيشن بروبلم، ده شكل ايه في بعض الكتب بتكتب الشكل ده وبتتعامل معاها بالطريقه دي، يعني ان هو يبقى دايما الكونسترينس بتاعتي تبقى ايكواليتي واكبر من جريتر ذان اور ايكوال، مش ليس ذان اور ايكوال، يعني الايكواليتي والانيكواليتي بالشكل ده تتكتب كده يعني. طبعا هي الثانيه سهله، الجيز لو انا عايز اكتب الجيز دي بالطريقه دي اعمل ايه؟ لا في اختلاف بسيط اللي هو ان دي ليس ذان اور ايكوال ودي جريتر ذان اور ايكوال، اه تبقى نيجاتيف جي اكبر من الصفر صح كده. طيب الاتش بقى نعمل فيها ايه؟ ايكواليتي بقى نعمل فيها ايه؟ هي تريك برضو بتستخدم كتير ويعني هتقابلكم يعني. ممكن نكتبها كده، نكتب ايه؟ نكتب اتش جريتر ذان 0 ونيجاتيف اتش ليز جريتر ذان 0 صح كده؟ ايه الانترسكشن ما بين الاثنين دول؟ ما بين الاثنين دول انها هتبقى كده. نشرحها كده؟ فانا كتبت ايه؟ كتبت الكونسترينس بتاعتي يعني بالطريقه دي علشان تبقى بالشكل ده. كويس؟ وهي بتامبلاي اللي انا عايزه. نعم. انا عندي مشكله في الاتش والجي، هو ده الكونسترينت بس ده بيختلف عن كل بروبلم ولا هي ديت حاجه فيكسد؟ لا على حسب البروبلم، في بعض البروبلمز بتبقى فيه ايكواليتي كونسترينتس وفي بعض البروبلمز بيبقى فيها ايكواليتي كونسترينتس وبيبقى فيها حاجات فيها الاثنين. طيب تمام. فليه يعني انا مش فاهم يعني ايه ان هو حط دي طريقه ثانيه للفورميوليشن، دي ايه في بعض الكتب بتكتب الفورميوليشن الطريقه يعني انا مش قادر افهم يعني ايه. انت مثلا عندك ايه؟ انت عندك كونسترينتس بيقول لك اكس 1 زائد اكس 2 ايكوال 0 وانت عايز تكتبه بالطريقه دي في البروجرام بتاعك او في الالجوريزم بتاعك او في الامبلمنتيشن بتاعك، تكتبه ازاي؟ هتكتب اكس 1 بلس اكس 2 اكبر من الزيرو واكس 1 بلس اكس 2 في براكت بالنيجاتيف اكبر من الزيرو، اكبر من او يساوي الزيرو يعني. فالاثنين دول مع بعض كانهم بيقولوا لي ماشي، وانا بعمل يعني راننج للالجوريثم ان انا لازم عشان الاثنين دول يتحققوا مع بعض في نفس الوقت لازم تبقى اكس 1 زائد اكس 2 بتساوي صفر مثلا يعني. فهمت كده؟ طيب الاوبتيمم بوينت، في حاجه اسمها اوبتيمم فاليو. نعم نعم. ازاي؟ ما انت عندك كونسترينتس بس انت يعني ما لازم في اوبجكتيف يعني، انت ايه انا بحط الكونسترينتس على ايه؟ ايوه اعلى حاجه دي لايه بقى؟ لاوبجكتيف اكيد، لفانكشن، الفانكشن دي هي الاوبجكتيف. ماشي، في بعض الاحيان بتبقى الاوبجكتيف فانكشن كانوت بي اناليتيكلي ديسكرايبد. يعني ايه؟ هديكم مثال بالنسبه لكم يعني، هدي مثال للناس اللي هي بتاعه السي اي اي والناس بتاعه الايه السبيس. ماشي، انا كل شغل الناس السي اي او على السيميليتورز، انا مثلا بعمل ايه؟ بعمل ديزاين للفلتر ولا وات ايفر. كويس، عشان احل الفلتر ده كويس ايه الايكويشنز اللي بتديسكرايب الفلترز؟ ماكسويلز ايكويشنز رايت. فالماكسويلز ايكويشنز بي دي اي كابلد بي دي اي كويس كان بي سولفد نيوميريكلي. فبروح للسيميليتور، فالسيميليتور از بالنسبه لي بلاك بوكس، ما عندوش اوبجكتيف فانكشن، ما فيش ايه، ما فيش اناليتيكال اوبجكتيف فانكشن. كل اللي انا بعمله انا ببعت له ديزاين فيريبل بقول له ال L وال H بتاع كل سيكشن من السيكشنز بتاعه الفلتر دي بارقام معينه، اعمل لي سيميوليشن واديني ريسبونس. الريسبونس ده بقى الريسبونس بتاع الفلتر نفسه، سواء كان بقى S11 ولا S21 ولا وات ايفر ترانسميشن كوفيشنت ولا كويس، واشوف الريسبونس بالنسبه لي ده هل هو اكسبتابل ولا مش اكسبتابل. كويس، فيرسس سيرتن ديزاين سبيسيفيكيشن. يعني هنا مفيش اوبجكتيف فانكشن اناليتيكلي، هي ايه؟ بلاك بوكس، هي سيميليتور بديله اكس يديني اف. واخد بالك؟ وزيها برضو ايه انسس في الايه في الايروداينامكس والحاجات دي اللي هو كومبيتيشن ايروداينامكس. نعم. ما انت بيبقى عندك ديزاين سبيسيفيكيشن، بتبقى انت عايز تقول ان الريسبونس ده يكون اعلى من حاجه معينه في منطقه معينه او اقل من حاجه معينه في منطقه معينه. ان انا ما لقيتش فاليوز للاكس تخلي الاوبجكتيف فانكشن بتاعتي احسن من اللي انا عندي. واخد بالك؟ احسن من اللي عندي دي بقى ترجمها انا ازاي؟ انا اللي بترجمها على حسب ايه؟ الابلكيشن بتاعي. سبيد مثلا، بريشر كويس، بروفايل اجينست فريكوانسي رينج اند سو اون.
طيب في حاجه اسمها اوبتيمال فاليو اوبتيمم سوليوشن. اوبتيمم فاليو كويس بتبقى ليها علاقه بالاوبجكتيف فانكشن ماشي. برضه تعالوا نقراها كده مع بعض. انفيمم انفيمم دي في انفيمم وسوبريمم زي مينيمم وماكسيمم، بس الانفيمم والسوبريمم بتستخدم للسيتس يعني ماثيماتيكلي. انفيمم وسوبريمم تستخدم للسيتس، المينيمم والماكسيمم تستخدم للفانكشنز كونتينوس ماشي. فالانفيمم بيستار انفيمم للفانكشن اف اوف اكس such that او given that الx اللي هي جوه الاف دي بتحقق الكونسترينز كلها ماشي. طيب جبت كل النقط كويس اللي بتحقق الكونسترينز كلها وجبت انفيمم للاف للست، يبقى دي هي الايه الاوبتيمم فاليو. لا ما هو ايه ده ديفينيشن بس، احنا هنعرف ازاي الاوبتيمم دي بالالجوريثم اللي احنا هنقوله ده، انما ده الديفينيشن ماثيماتيكال ديفينيشن بتاع ان انا اقول ان دي اوبتيمم فاليو. فاوبتيمم فاليو معناها ان انا ايه ازف ان انا هجيب كل البوينتس اللي بتساتسفاي الكونسترينز واحسب الفانكشن عند كل النقط كويس، وادور على ماشي ازف، انما ادور دي ازاي ده اللي احنا هنعمله ماشي. فالماثيماتيك شوف احنا البروسيس دي كلها كتبت في سطر، دي معنى دي فايده الماثيماتكس يعني ان هو بيقدر ايه يعني يعمل ديسكريبشن بشكل كويس. ممكن تبقى الاوبتيمم بوينت دي ممكن تكون اكتر من واحده، مش لازم تبقى واحده بس هي الاوبتيمم. زي مثال زي ايه مثلا، ان في كتير في فانكشن عندها الاوبتيمم بوينت كتير انفينيت، زي مثلا ايه زي الساين طلعنا فيها ماكسيمم كتير وفيها مينيمم كتير، فعندي ست. ممكن انا اكون ايه اقول انا عايز الايه عايز المينيمم والماكسيمم بس من 0 ل 2 باي، من 0 باي، من 0 احدد الريجن فاحدد الوضع. فانا عندي ايه ست، دي كابيتال اكس اوبتيمم، دي معناها السيت اوف اوبتيمم فاليوز كويس، هي كل النقط اللي بتحقق الكونسترينز وعندها الاف بي ستار اللي هي اللي قبليها كويس. طيب الماكسمايزيشن لو قلتوا فكروا فيها ماشي. طيب في عندي حاجه اسمها جلوبال ولوكال وجلوبال، لوكال ماكسيمم وجلوبال ماكسيمم. طبعا انتوا عارفين الشكل ده صح، ان انا ايه ان انا ممكن يبقى ممكن عندي فانكشن تبقى ايه طالعه نازله كده ماشي. ففي عندي لوكال وجلوبال صح، لو بالماكسيمم دي اعلى واحده صح، بس دي برضو ماكسيمم ودي ماكسيمم ودي ماكسيمم ودي ماكسيمم، بس بسمي دول ايه لوكال ماكسيمم ودي الجلوبال ماكسيمم ماشي. المينيمم زيها برضو، فلوكال وجلوبال كويس. انا دايما ام لوكينج فور وات الجلوبال. سام تايمز ما بقدرش ايه يعني ايه في بعض الالجوريزم ما بتقدرش توصل للجلوبال، لان انا بقول ان انا كلمه كنا هنقابلها كتير يعني ستك ان لوكال مينيمم ستك يعني ايه يعني انا رحت دخلت هنا ماشي وجبت دي ومش عارف ايه مش عارف اخرج، كل ايه ما اروح يمين وشمال الاقيها احسن من اللي حواليها، فانا عشان اخرج من الستاكينج ده لازم اعمل ايه لازم ابعد مش كده ابعد قوي اخد ايه لارج ستيبس ماشي. عاده الالجوريزمز كل ما بتقرب من نقطه كويسه كل ما يبقى الستيبس اللي بتاخدها صغيره عشان تقدر توصل لها كويس. علشان اوصل للجلوبال تفتكروا اعمل ايه؟ ايوه اريبيت مع ديفرنت انيشال فاليو في منطقه اكبر، علشان ايه هاخد انيشال فاليو هنا مثلا فغالبا النقطه اللي هنا هتروح لمين هتروح لدي صح كده. طيب واعمل تاني اجرب مره تانيه ماشي. حاجه اسمها مالتي ثريد انيشال بوينتس مالتي ستارتنج بوينتس، يعني اعمل الجوريزم ديفرنت تايمز وذ ديفرنت ستارتنج بوينتس واشوف كل مره هيطلع لي ايه واخد احسن واحده. مالكم في طرق ماشي، ودي باي اتسيلف از يعني كونتريبيوشن ان انا ايه ان انا اقول لك الستارتنج بوينت دي ايه او عشان واحد يحدد الستارتنج بوينت تبقى ايه احسن حاجه ممكنه، دي كونتريبيوشن باي اتسيلف. يعني ممكن يبقى في واحد بس بيشغال على ان هو يجيب الستارتنج بوينتس وواحد بيحل ممكن يعني. لا في كله طبعا انا رسم لك حاجه واضحه بس، انما ممكن تبقى يعني طبعا هي as difficult as يعني لما كل عدد الفاريبلز يزيد تبقى الموضوع اصعب
اصعب في انك انت عندك مليون فاريبل كويس، فانت عايز ايه؟ عايز تختار ستارتنج بوينت لمليون فاريبلز دول ساتش ذات انك انت تروح للجلوبال مينيمم. فانت ممكن تعمل ايه؟ تعمل ترن الالجوريزم ده مليون تايمز وذ مليون ستارتنج بوينت. قصدي ان لو مثلا بريدي او هاير فانا مش هتبقى فيها مليون زي كده، يعني مثلا سادل بوينت او لو فيها سادل بوينت دي قصه ثانيه. الالجوريزم الكويس يقدر يقول لك ان دي سادل بوينت. سادل بوينت يعني ايه؟ سادل بوينت يعني مينيمم في اتجاه وماكسيمم في اتجاه تاني. هتستاك هي الالجوريزم الكويس يقول لك ان it is a saddle point وده كافي ان هي مينيمم في اتجاه وماكسيمم في اتجاه تاني. ماشي، انك انت تبقى عارف ان it is a saddle point is a good يعني piece of information بالنسبه لك. كويس. طيب feasibility optimality يعني ايه؟ يعني ايه feasible؟ فيزيبل، لا فيزيبل معناها انها هي جوه الفيزيبل ريجن. ماشي، بس دي مش معناها انها اوبتيمال. ماشي، فممكن في كونديشن للفيزيبيليتي وفي كونديشن للاوبتيماليتي. كويس، انا بتشيك الاول ان النقط فيزيبل وبعدين منهم بشوف مين فيهم الاوبتيمال. اوكي، في عندي حاجه مشهوره قوي بتظهر في الالجوريزم هتشوفها كتير وانت بتران حاجات يعني خصوصا في الماتلاب، كلمه الاكتف سيت. انا عندي ايه؟ الكونسترينت از اكتف. يعني ايه الكونسترينت از اكتف؟ انا دلوقتي دي مجموعه كونسترينت زي ماشي، رسمت منهم فيزيبل ريجن. كويس، كل الكونسترينتس دول كويس فيها ايكواليتي جريتر ذان اور ايكوال، جريتر ذان اور ايكوال مش كده؟ يبقى كونها ان هي على الباوندري بالنسبه لي تبقى فيزيبل مش كده، مقبوله يعني مش كده. طيب لو الكونسترينتس بتاعي اكتف معناها ايه؟ معناها ان النقطه على الباوندري. ده بالنسبه لي كويس ولا وحش؟ هي معلومه مفيده. تفتكر ايه المعلومه؟ يعني خليني اقولها بطريقه ثانيه، الكونسترينس يبقى اكتف لو النقطه على الباوندري، والكونسترينس يبقى ان اكتف لو النقطه مش على الباوندري. دي اكتف معناها الايكواليتي از هولدنج، هنا ليس ذان ستريكتلي ليس ذان معناها النقطه مالها مش على الباوندري. ماشي، يعني جوه الايه؟ يعني تحتيه شويه هنا مثلا مش كده. طيب هل المعلومه دي مفيده ولا مش مفيده؟ مفيده. مين يقول لي مفيده ليه؟ يعني انا ابقى عارف ان الكونسترينز اكتف اور ان اكتف كويس از يعني فروم الجوريثميك بوينت اوف فيو از يعني مهمه. دي حاجه ماشي، ان انا اكونه على الباوندري دي معناها ان ايه؟ انه فيري سنسيتيف، ان انا النقطه دي لو طلعت هي الديزاين اوبتيم يعني خطيره، ان هي اي ديفيجن فيها هيطلعها بره. فما ايه يعني يبقى الاحسن اعمل ايه تفتكروا؟ طيب طيب مين تاني يقول ان انا وانا بحط الكونسترينس بتاعتي ازودها شويه، يعني خلي الايه؟ خلي الباوندري ده الاكشوال باوندري. كويس، لا انا ادي له بلس اور ماينس 10% بحيث ان انا ايه؟ ابقى مدي سماحيه. كويس، ان لو النقطه يعني هو طبعا يعني لتحت مش لفوق، يعني لتحت يعني اقصد ايه؟ يبقى عامل مارجن ان انا ايه؟ يعني بس طبعا ايه دي هيخلي ممكن البروبلم تبقى سوفيستيكيتد. يعني احنا ممكن نبتدي الاول بالريجولر كونسترينتس اللي هي الاكزيستنج يعني، واجرب مره ثانيه بان انا اعمل اغير وان كونسترينتس ات تايم. وباي ذا واي الالجوريزم ممكن يكون بيعمل كده، يعني ممكن من ضمن الايه التاسكس بتاعت الالجوريزم ان هو يعمل الموضوع. طيب ايه الحاجه الثانيه الخاصه بموضوع اكتف وان اكتف؟ حته السنسيتيفيتي دي مهمه، بس في حاجه ثانيه لطيفه برضو. كويس، ان هي طريقه الالجوريزم نفسه، لو انا بقيت جوه يبقى انا بشتغل بان كونسترينز اوبتمايزيشن الجوريزم، لو انا على يبقى انا بشتغل كونسترينز الجوريزم. ده الفرق يعني، ان الالجوريزم اللي انا هشتغل بيه لو انا دخلت جوه يبقى انا خلاص، يبقى انا ايه؟ يبقى لو النقطه بتاعتي اكسبتبل كويس يبقى انا ممكن اقدر استخدم ايه كده يعني. ماشي، فالديفرنشيشن ده مهم يعني. طبعا الايكواليتي كونسترينتس ار اولويز اكتف رايت، ما ينفعش تبقى ان اكتف ابدا ان هو ايكواليتي كونسترينت. طيب طيب في هنا يعني ايه؟ هنا بنعرف يعني ايه لوكال اوبتيمم وايه وجلوبال اوبتيمم. لوكال اوبتيمم معناها ايه؟
ماثيماتيكلي معناها ان انا ايه اقول اكس ستار تعالوا نقول كده فانكشن اف سنجل فاريبل سيت تو بي لوكال او ريليتيف مينيما كويس ات اكس ستار اف ده الكونديشن بقى اف اوف اكس ستار ليس ذان اور ايكوال اف اوف اكس ستار بلس اتش فور اول اتش كويس فور سمول سفيشنت سمول بوزيتيف اند نيجاتيف اتش يعني ايه الاتش تقل تصغر يمين وشمال حوالين الاكس ستار دي تخلي دايما ايه الاف اوف اكس ستار ليس ذان اور ايكوال ماشي كده طيب والاتش بت ايه تنس تو زيرو دي تبقى اللوكال امتى تبقى جلوبال لما تكون كويس الاف اوف اكس ستار اقل من الاف اوف اكس فور اول اكس اند ذا دومين اوف اف في كل الدومين هي اصغر واحده في الدومين مش في الايه مش في النيبرهود فاهم كده طب الكلاسيفيكيشن بقى اللي هنختم بيه بقى كلاسيفيكيشن عندي دي البروبلم اهي دي الجنرال اوبتمايزيشن بروبلم هعمل كلاسيفيكيشن ده في غايه الاهميه ان هو بيزد على الكلاسيفيكيشن ده انا هقرر او هحدد الموست ابروبريت او سيتابل الجوريثم فور ماي بروبلم وزي ما قلت لكم ايه ذيس از ايه يعني نص الحل لو انا قدرت اعمل كلاسيفيكيشن اعمل فورميليشن صح ديفينيشن وفورميليشن صح واعمل كلاسيفيكيشن بروبلم كويس فانا كده قضيت نص الشوط فاضل لي بس ان انا ايه اقرر الالجوريثم اللي يحل كويس زي ما تقول كده ايه انك تعمل problem formulation وتحدد which type of science اللي هو كان handle it ده في حد ذاته انجاز او يعني يعتبر ايه في ناس كتيرة ما بتعرفش ان دي تبع ان دي مثلا system of linear equation ان ده system of differential equation ان دي optimization problem ما يعرفش ان دي تتحل كده ماشي المثال بتاع الراجل اللي هو بيعمل مصنع ده وعايز يقرر عدد التيبلز وعدد التشيرز هيقعد يجرب تلت وتلتين ربع وربع وهيوصل لحاجه تبقى احسن له من وجهه نظره بس في حاجه ممكن تبقى احسن ان هو عمل لها فورميليشن وحلها ريجرسلي تمام فلينير بروجرامنج معناها كده ان كل حاجه لينير ايه اللي لينير الفانكشنز كلها لينير فانكشنز في الديزاين فاريبلز كل الفانكشنز الافز الاف والاتشز والجيز كلها لينير فانكشنز يعني دي كان بي فورميليتد ان ا بيتر واي تكتب كده طب ما هي لينير تبقى C transpose X و C ده vector وال X vector AX equals B AD A matrix فعما يجي نشوف عندي جزء من الـ part بتاع الكورس يعني ان احنا هنحل linear programming problem دي mainly كأني بحل system of linear equation several times كل ايه كل iteration بحل system of linear equation جديد طلع لي نقطة جديدة and so on دي equality كلها equality ال inequalities هحولها equalities هنشوف ازاي يعني كل الانيكواليتيز هتتحول ايكواليتيز كويس بحيث يبقى الفورمال ستاندرد فورم تبقى كده ماشي ايه الشرط ان الفانكشن ان الافس والاتشز والجيز كلها تبقى لينير فانكشنز في الديزاين فاريبلز كلمه افاين ولينير نعم ان تبقى الاف دي كويس احنا عملنا اكس 1 سكوير بلس اكس 2 سكوير تبقى اكس 1 بلس اكس 2 او 2 اكس 1 بلس 3 اكس 2 او 3 كده يعني مثلا المثال بتاع الراجل اللي هو بيعمل مصنع بتاع تيبلز اند تشيرز ده هو مكسبه ايه 10 في لو انت فاكرين 10 في التيبلز و5 في التشيرز ف10 x1 plus 5 x2 it is a linear function ولا طبعا linear function ولا sine ولا cosine ولا exponential ولا فاهم كده دي ليها طرق معينه دي هنقول exhausted يعني في الكورس هناخد كذا طريقه لحلها يعني الانكونسترينس اوبتمايزيشن تفتكر تبقى ايه انكونسترينس معناها ايه هنا لا بس يعني اصلا انا بتكلم في الميليشن سيبك من الرسمه دي تبقى ايه اللي فوق بس صح كده ماثيماتيكلي بنقول ايه بنقولها رياضيا بنقول ايه بنقول ان الاي والجي ار امبتي سيت يعني رياضيا يعني ماشي امبتي سيت معناها ان مفيش تمام فتز انكونسترينت طيب الكونفكس اوبتمايزيشن كلمه كونفكس دي بتسترايك ايه عندك بقول لك كونفكس يعني ايه الشكل اللي هو اما اقول لك كونفكس ايه في بالك على طول ها ليه كده صح صح طيب what is special about convex يعني ايه الحاجه اللي بالنسبه لنا تبقى يعني يونيك لو هي ان هي الجلوبال هي اللوكال يعني لو وصلت اللوكال يبقى انا خلاص اللوكال هي الجلوبال ده الايه ده المهم في الكونفكس اوبتمايزيشن كويس كده طب عشان تبقى كونفكس اوبتمايزيشن لازم ايه الشروط على يعني فكره كل ست من دي ليها الجوريزمز بتاعتها
وكون ان انا اقول اوصف البروبلم بتاعتي في ان هي تبع دي، فانا ايه خلاص انا قربت ان انا اوصل للحل. يعني عشان تبقى كونفكس لازم الاف والجيز تبقى كونفكس فانكشن في الديزاين فاريبلز، والاتش تبقى ايه جاست لينير او افاين. ماشي؟ يعني الاف والجي اللي هو الانيكواليتي والفانكشن الاوبجكتيف فانكشن تبقوا كلهم على الشكل ده، حاجه شبه البتاع دي. ماشي؟ يبقى كده وكده والكونسترينتس يعني كلهم يبقى ايه كونفكس فانكشنز في الايه في الديزاين فاريبلز. كويس؟ والايكواليتي تبقى ايه تبقى لينير او افاين. ايه الفرق ما بين لينير وافاين؟ حد سمعها قبل كده؟ لينير. كويس؟ لينير فانكشن انا هتعامل دايما على ان انا بتكلم على يعني يعني فيكتور ان فيكتور فورم يعني. كويس؟ فدي لينير فانكشن ترانسبوز اكس دي لينير. امتى تبقى افاين؟ لما بيبقى فيه ايه بلس حاجه دي افاين. مش هتفرق معانا حاجه يعني، بس ايه لما يكون في شيفت يعني برضو الماثيماتيشنز بيحبوا ايه يديفرنشيت ما بين الحاجات، لان دي ممكن تعامل معها يبقى مختلف شويه يعني. هو بيروح مرجع الشيفت ويحولها لينير ويشتغل يعني. ماشي؟ كوادراتيك. تفتكر يعني ايه كوادراتيك اوبتمايزيشن؟ كوادراتيك معناها ان انا روحت الحاجه ايه، هو الكوادراتيك دي تعتبر ايه حاله خاصه من الكونفكس، مش كده؟ ليه؟ لان انا بقول مثلا واي بيساوي اكس سكويرد، فدي ايه فدي كوادراتيك، صح كده؟ ايه 2 اكس سكويرد بلس اكس بلس 5 برضه ستيل ايه ستيل كوادراتيك يعني. انما ممكن تبقى كونفكس وما فيهاش كده اي باور اكس مثلا، اذا كونفكس اي باور اكس از كونفكس، صح؟ لين اكس از كونكيف يعني كونفكس كونكيف الكونكيف والكونفكس ولاد عم يعني، قلت ماينس اللوج تبقى. ماشي؟ طيب فالكوادراتيك واخده شكل ايه الفانكشن اوبجكت فانكشن واخده في الايه في الفيكتوريال فورم. الايه ده سكيلر، بي ترانسبوز اكس بي فيكتور والاكس فيكتور، اكس ترانسبوز اتش اكس الاتش دي ماتريكس. كويس؟ فده بنسميه كوادراتيك فورم. فالكوادراتيك فورم ايه الظريف فيه؟ برضو موضوع حته ايه حته ان انا عندي، وكمان في حاجه اقوى شويه ان ايه احنا دايما لو انتم فاكرين كنا دايما عشان نقدر نعرف الماكسيمم مينيم كنا بنعمل ايه في السنجل فاريبل يعني كنا بنعمل ايه سكند ديريفيتيف، مش كده؟ فالسكند ديريفيتيف اللي دي يعني بعد شويه تطلع ايه تفتكر؟ الاتش. فالاتش دي اللي هي الماتريكس اتش دي بنسميها الهيسيان ماتريكس، مش عارف عدت عليكم في الكالكولس متهيألي هيسيان او هيسيان ماتريكس. فالهيسيان ماتريكس دي في الكوادراتيك فورم فيري كروشال، بقدر من الايجن فاليوز بتاعتها اقدر اعرف هي ماكسيمم ولا مينيمم ولا سدل. انتوا خدتوها ديفينتلي في الكالكولس، ماشي؟ بس في 1 و 2 بس طبعا زمان يعني. تمام؟ طيب في حاجه اسمها جي بي. جي بي اللي هي جيومتريك بروجرامينج. جيومتريك بروجرامينج دي برضو دي فورميليشن بشكل معين. لو البروبلم بتاعتي كان بي كلاسيفايد بالشكل اللي انا هقوله ده يبقى دي جي بي بروبلم، والالجوريزم بتاعتها معروفه، وهتلاقي فيها تشابتر في الكتاب اللي معاكم ده بتاع رو عن الجي بي بروبلمز. كويس؟ ليها شكلها غريب شويه، ان تبقى لو البروبلم بتاعتي كتبتها بالمنظر الاتي: مينيمايز للفانكشن اف ساتش ذات الكونسترينز كلها، كتبتها كده جي جي ليس ذان اور ايكوال تو 1 والاكس بوزيتيف بوزيتيف مش زيرو حتى يعني بقى بوزيتيف. دي في اللاي اوت بروبلمز في السيركت ديزاين بتظهر كل الحاجات اللي فيها اريا وفوليوم وبتاع دي، كل الاكسس كلها دايمنشنال، كلها حاجات دايمنشنز يعني، فالكونسترينز ده متحقق والحاجات دي كلها متحقق. كويس؟ الاف والجي بقى علشان تبقى بنسميها بوزونوميال، يعني بوزونوميال. عارفين بولونوميال؟ عارفين البولونوميال صح؟ عارفين المونوميال؟ طيب ايه المونوميال؟ واحده بس من البولونوميال بنسميها مونوميال، مش ها؟ بوزونوميال بقى الاف والجي دول بنسميهم بوزونوميال فانكشنز. كويس؟ عشان تبقى جي بي بروبلم لازم تبقى بوزونوميال فانكشن. ايه البوزونوميال بقى؟ شكلها كده، ده شكل البوزونوميال يعني. ماشي؟ سميشن برضو زي البولونوميال بس حاجات مضروبه ببعض، الاكسات مضروبه ببعض ومرفوعه الباور، والباور ده ممكن يبقى ريل. ريل يعني ايه؟ يعني 1.2 3.8 مش كده؟ ريل. والكوفيشنز تبقى نون نيجاتيف. نون نيجاتيف يعني ممكن يبقى شويه منهم بصفر يعني شويه موجودين وشويه مش موجودين، بس اهم حاجه يبقى بوزيتيف ما يبقاش بالنيجاتيف يعني. لو هي بالشكل ده مثال ليها، دي بنسميها بوزونوميال. البوزونوميال دي ليها ايه طرق حل بتاعها يعني. يعني ناخد كلاسيفيكيشن بس،
الديسكريت او الانتجر بروجرامينج من غير ما اكمل كده دي معناها ايه؟ مش ان الاكس دي اللي هي الفيكتور اكس ده مش كونتينيوس رينج كويس، ممكن يبقى باينري 0 1 ممكن يبقى ديسكريت يبقى ايه 0 1 2 3 4 يعني عدد العربيات اللي بتعدي في انترسكشن في ترافيك لايت ات هاز تو بي انتجر صح كده، عدد الباكتس اللي ببعتها من نود لنود ات هاز تو بي انتجر ماشي، عدد العربيات اللي بتتحرك من نقطة لنقطة تانية وانا بعمل بنقل مثلا نقلة رملة مثلا حتى ولا عشان ابني ولا whatever، عدد العربيات is an integer كويس. فانا كل دي ايه؟ دي optimization problem بتبقى فيها الايه ال x دي is ايه is integer. انت عندكم فين دلوقتي؟ في بريك. طب نكمل خمسة كده يعني؟ الكورس انت مش داخل الكورس خلاص؟ مش متقعد ليه؟ مش لعبر مش لعبر صدع لنا دماغنا خلاص. اوكي طيب تفتكر ايه ابسط حاجة عشان احل problem فيها ال x is a discrete؟ نعم احلها عادي واجيب لها float function مثلا اللي هو يعمل ايه كانوا كأنه هيحلها عادي وبعدين يعمل ممكن الناس تعمل rounding في ناس تعمل ترانكيشن او فلورينج ماشي، بس ده مش كويس ليه ماشي، راوندينج اول ذا كومبوننت تو ذا نيست انتجر نو جارانتي فور اوبتيمال سوليوشن، يعني ممكن ما يبقاش ده الحل الامثل، ممكن ما يبقاش الحل الامثل ماشي. تمام، في طرق اللي هي اسمها برانش اند باوند اشهرهم، والكاتنج بلين دول اشهر طريقتين للايه. طيب في نوع تاني اسمها ستوكاستيك بروجرامينج، ستوكاستيك يبقى ايه؟ تبقى الاكس اللي هي الاكس دي اللي هي الفاريبل ما يبقى راندوم فاريبل بالظبط، يبقى الاكس دي زي ايه؟ از راندوم فاريبل ماشي. فتبقى بتظهر بقى في الايكونوميك وفي الفاينانشال حاجات كتيره، دي مستخدمه ستوكاستيك ريبريزنتيشن. ايه ابسط حاجه او ابسط طريقه لحلها؟ عايز ايه؟ عايز يعني بالمعلومات اللي احنا عارفينها عايز احل ستوكاستيك اوبتمايزيشن بروبلم، ايه ابسط حاجه؟ اشتغل على ايه تفتكر؟ اللي هي يعني ماشي ريجريشن. نعم، لو ليها ديستريبيوشن اعمل ايه؟ ريجريشن. ايه اكتر حاجه بتمثل الديستريبيوشن؟ المين. اشتغل على اكسبكتد فاليو بس ماشي كده، اقول اكسبكتد فاليو تبقى الحل بتاعي كذا بفاريانس كذا، يبقى برضو الحل بتاعي بروبابيليستيك برضو، يبقى انا بطلع السولوشن والسولوشن بتاعي ليه ديستريبيوشن ماشي. في طرق طبعا تانية يعني ماشي، دي الكونفيدنس دي ان انا اقول ايه، ان انا اقول it is expected ان السولوشن يبقى كذا with a certain confidence interval يعني. طيب المالتي اوبجكتيف معناها ايه؟ نعم، عندي كذا فانكشن يعني، عندي ايه، انا عايز زي عندكم بقى في الكوميونيكيشن سيستم عايز امينيمايز الاريا وماكسمايز الباور اميتد مثلا يعني، فانا عايز اعمل ديزاين للبارامترز او الفاريبلز اللي عندي such that ان انا اصغر كويس حاجه واكبر حاجه ثانيه. تفتكروا اعمل ايه؟ نعم بالظبط، هدي ايه هقول الفا 1 اف 1 زائد الفا 2 اف 2 كويس، وايه احسن حاجه للالفات؟ هافس نصاص يعني، ابتدي ايه نص ونص ماشي، ممكن تبقى حاجات ثانيه ماشي، ممكن انا ايه على حسب انا مهتم بايه اكتر ماشي. فهي زي ما قالت سلمى كده نعم فيري جود يعني، اقصد ممكن تبقى من ضمن البروبلمز بتاعتي ان انا بعمل اوبتمايزيشن للالفاظ دي، يبقى جوه البروبلم بتاعتي ان انا ايه عايز اجيب الاوبتيمم الفاظ كويس بلس الاوبتيمم اكس اللي تخلي الفانكشن دي احسن ما يمكن صح؟ صح جدا يعني ماشي. طيب المودرن ايه المودرن اوبتمايزيشن ميثودز بقى اللي هم الناس ما بتحب يعني الماثيماتيشنز ما بيحبوهاش بس هي بتشتغل كويس؟ يعني بنسميها الهيوريستيك تكنيكس بقى، اللي هي شامله بقى كل ايه كل الجينيتك الجوريزمز والبي اس او سيميتنج انيلينج والانتي كولوني اوبتمايزيشن كلها اللي هي بنسميها نيتشر انسبايرد الجوريزمز او بيولوجيكال انسبايرد الجوريزمز ماشي، اللي هي ايه اللي هي ملهاش ماثيماتيكال بيزز بس ليها ناتشرال بيزز، هي بت ايفولف
علشان تخلي البيست جينيريشن او تخلي الحاجه الاحسن تفضل يعني. فهي الحاجات دي برضو موجوده وبتشتغل ويعني توركس يعني ماشي. احنا مش هنتعرض لها بس هي موجوده وممكن الناس تستخدمها مع الحاجات اللي احنا هنقولها يعني. شكرا.